اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، نرحب فيكم استديو التحليل 2023 2024 دوري كرة قدم الصالات الرجال. الجولة اليوم جولة 13، وارحب بضيوفي الكابتن احمد العصفور، مساك الله بالخير، من زمان مشاهدك. مساك الله بالنور، رحب فيك اخوي مشعل، ونتمنى نضيف المشاهد مباريات اليوم ان شاء الله. كابتن مبارك الحسيني مساك الله بالخير، يعني طلعت وياك بس فقدتك بكم استديو. ما تفضل غالي، مسي عليك وعلى اخوي ابو سعود وعلى الساده المشاهدين، ان شاء الله اليوم نشوف مباريات حلوه نستمتع فيها. ابو سعود ما شاء الله ترى يلعب بالحصاني، ترى ملعب الحرس هناك مع بشار والبريتشي، هذول ما شاء الله عليهم يعني جروب ممتع صراحه. هم يلعبون قبلنا بس ما شاء الله ممتعين. للحين لعب صالات، لعب الصالات موجود للحين. الاسبوعين اللي طافوا دائما كنت اشوفه كل يوم الصبح، كان عندنا دوره لمسات للحين موجوده. شلون الدوره؟ اهم شيء المحاضره كابتن عيسى فلاح وكابتن حمد العثمان. لا شهرزاد ما كانوا ويانا. اللي كان شهرزاد. حلو. يعني كابتن حمد العثمان كان ما شاء الله. الحمد لله. الله يعطيكم العافيه، ان شاء الله تكون يعني دوره جميله. الحمد لله. زين، نتائج الامس يعني صراحه نتائج الامس كابتن مبارك كابتن احمد يعني مفاجاه، يعني ما حد كان يتوقع ان كاظم يفوز على العربي 6-2، وخيطان لاول فوز يحققه قدام القادسيه 6-3. يعني ما شاء الله هذه النتائج يعني على الهواء مباشره مع اعزائي المشاهدين. شلون شفت المباراتين كابتن؟ شوف، انت اذا تتكلم عن مباراه كاظم والعربي، هذا يبين لك ان في تفاصيل صغيره موجوده بكره الصالات يمكن ما يعلمها المشاهد العادي، يعني احنا اللي موجودين بالصالات يعرفونها، اللي هي الصبر. شفنا بالمباراتين الصبر صراحة يعني عند الفريقين. نادي كاظمة صراحة كان عنده صبر وكان يلعب بدون محترفين وتغلب على نفسه. صحيح. وهذا نموذج لثقة اللاعب الكويتي بنفسه. أمس شفنا احنا لاعبين، يعني احنا كنا نشوف دور لاعب الكويتي. صحيح. لكن لما تشوف دور اللاعب الكويتي في عدم وجود المحترفين ووجود المحترفين بنادي العربي، شوف شلون أثر لما خرج ماركو. صحيح. وشوف دور صالح الفاضل بنادي كاظمة. بالمقابل انت لما تيجي تشوف باقي اللاعبين، لما تقول مثلا صالح حيدر، علي ياسر، بدر المندي، عبد الله الشمالي، هذا الاهداف يعني مباراه القادسيه، عبد الله الشمالي، نجيب، اغلب اللاعبين، علي المزيدي، اغلب اللاعبين الكويتيين. انت اضافه الى هذا تشوف ان احمد الفارسي غير متواجد، فتقول ان يوسف الخليفه، اللاعبين كلهم كانوا متميزين. صحيح. فهذا يعطيك حافز حق اللاعب الكويتي انه لازم تكون عنده ثقه بنفسه، عكس اللي شفناه بنادي العربي. نادي العربي ما شفنا اللاعب انه واثق بنفسه، خصوصا لما انقلبت النتيجه عليهم، كانت 2-0 وكانت اريحيه تقريبا للمباراه. صحيح. انقلبت النتيجه بعد اصابه ماركو، شفنا اللاعبين كنا لما دخل عليهم هدف وماركو مو موجود كنا انتهت المباراه بالنسبه لهم. يعني كابتن مبارك، يعني هذا حتى اهداف اللي كانت القادسيه وخيطان وكاظمه والعربي، يعني نفس ما تفضل كابتن احمد قال كاظم تفوق على نفسه، واحنا قلناها امس بالتحليل، قلت حق كابتن حمد وكابتن محمد، قلت لاعبين كاظم لاعبين منتخب ولاعبين ذات الخبره، اذا ما حطوا على نفسهم بهالمباراه ما راح يثبتون نفسهم ان لاعبين منتخب. فعلا اثبتوا نفسهم ان لاعبين يعني ينحسبون نفس المحترفين. اليوم قيمه اللاعب الكويتي يمكن قيمة عالية، يعني اليوم لما نشوف صالح الفاضل مثل ما ذكر بسعود، نجيب. نعم. الشباب اللاعبين نادي كاظمة كلهم اللي شاركوا. صالح حيدر لعبوا مباراة بالنسبة لي يمكن أفضل مباراة حق نادي كاظمة، خصوصا بعدم وجود محترفين. نعم. اليوم أنت تحتاج المحترف أنه هو يساعدك في الحالة الهجومية، يساعدك في الحالة الدفاعية. صحيح. تشوف اليوم محترفين أغلبهم، تشوف أغلب الفرق تشوف محترف يكون ليدر، محترف فيها هداف. نعم. نادي كاظمة أمس ما حسينا بغياب أي محترف. أي محترف. شفنا. نعم. الأربع لاعبين اللي بالملعب واللاعبين اللي قاعد يشاركون كأنهم. نعم. محترفين للأمانة. صحيح. يعني بغض النظر يمكن تعور ماركو العربي، لكن قبل الله يتعور ماركو شفنا كعب لاعبين نادي كاظمة. نعم. يعني كعب عالي على لاعبين نادي العربي، وهذا يعني انا بالنسبه لي شيء كان مفاجئ، خصوصا بوجود اثنين محترفين في نادي العربي. نعم. ففوز مستحق للامانه، يحسب للاعبين نادي كاظمة، هذا شيء يطمن المدرب. نعم. انه باي يوم غياب محترف او محترفين اثنين يقدر يعطي الثقه حق اللاعبين المتواجدين، حق اللاعبين المحليين اللي امس كانوا قد الثقه وحسموا المباراه، كانوا يلعبون بروح عاليه وقتاليه، وصراحه مباراه كبيره من لاعبين نادي كاظمة. كابتن احمد الحين مبارك حق منتخب الكويت كره اليد، تعادل مع منتخب كوريا 27-27، يعني الله يعطيهم العافيه وقواهم الله، والمفروض يعني حتى مباراه امس يعني لولا اخطاء الحكام تحكيم. كان احنا الحين افضل ما، بس الحمد لله التعادلين هم من صالح منتخب الكويت. لكن كابتن احمد لما نسكر موضوع كاظمة والعربي ونسكر موضوع خيطان والقادسية،
خيطان القادسيه ما شاء الله كانت هم مباراه ممتعه، لكن قبل ان راح نطلع سلايد مباراه اليوم، جاهز السلايد؟ نطلع السلايد مباراه اليوم. يعني هم مباراتين اليوم ما يقلون عن مباريات امس، يعني راح تكون الكويت واليرموك 5:15 والسالميه والترامن 7:30، يعني ما شاء الله يعني هالمباراتين هم راح تكون نفس مباريات امس. المباريات اليوم لا تقل اهميه عن المباريات، خلاص الحين اغلب المباريات كل فريق يحس انها مهمه عنده. السالميه يبي يفوز عشان يكمل في المركز الثاني، واليرموك يبي يفوز ايضا عشان يحافظ على انه يروح للمركز الثاني. انت تتكلم عن اليرموك، اليرموك عنده قله من عدد اللاعبين الكويتيين، صحيح ممكن محترفين مميزين، عنده حارس المرمى ماجكي، لكن اليرموك عنده مشكله في اللاعبين الكويتيين. نادي الكويت لا، عنده لاعبين دكه تقريبا، يعني نتكلم ما شاء الله اغلبيتهم لاعبين المنتخب، وعنده المحترفين ايضا على مستوى عالي. اليوم المباراة انا اتوقع راح تكون صعبة على فريقك، ما راح تكون في مباراة سهلة على اي فريق، يعني ما في احد يقول يقدر والله يحدد لك ان المباراة هذه تكون والله لصالح، لان ما في لاعبين كويتيين عندنا اللي يرموك انه والله ممكن تكون لصالح الكويت، لا ممكن قراءة المدرب في حق المباراة، ممكن قراءة المدرب انه والله انا ارجع زون او ما ابغى طول المباراة، صحيح، او مثلا العب على فترات باور بلايرات. فقراءة المدربين في بعض المباريات الحساسة والصعبة نفس هذه المباريات هي تكون لها يعني الحل الأكثر للفريق. كابتن مبارك، نروح نشوف تقرير مباراة اليوم ونرجع نكمل وياك، لأن أبيك تتكلم عن المدربين يرموك والكويت. إن شاء الله. ضمن منافسات الجولة 13 والقسم الثاني من الدوري العام للصالات المغلقة للموسم الرياضي 2023-2024، يلتقي فريق اليرموك الرياضي مع فريق الكويت الرياضي على صالة نادي الكويت في منطقة كيفان في المباراة الأولى لهذا اليوم، وسط حضور جماهيري كبير، حيث يسعى فريق اليرموك إلى نيل الفوز من خصمه القوي فريق الكويت للصعود في سلم الترتيب العام قبل الانتهاء من الدور التمهيدي للدوري. أما فريق الكويت بطل الدوري في النسخة الأخيرة وصاحب الأرض، فإنه يسعى باستمرار سلسلة انتصاراته وكسب النقاط الثلاث. وقد لعب فريق اليرموك حتى هذه المباراة 11 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 1 وخسر في 3، ويمتلك 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري. على الجانب الآخر، يمتلك فريق الكويت 28 نقطة في رصيده، وقد لعب 11 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 1 وخسر في أخرى، ويسعى الفريقان إلى عدم التفريط بالفوز لكسب المزيد من النقاط قبل انقضاء القسم الثاني من الدور التمهيدي لمنافسات الدوري. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين عقب ما شفنا تقرير الكويت واليرموك. كابتن مبارك، مدرب الكويت ومدرب اليرموك، الحين القسم الثاني ما في شيء مدرب الكويت مدرب اليرموك، الحين القسم الثاني ما في شيء اسمه شوط اول شوط ثاني شوط مدربين شوط لاعبين، انت محتاج النقاط، مو انا يعني اللي قاعد اشوفه محتاج النقاط اكثر من الاداء. صحيح. اليوم انت مثلا لما كنت تتكلم عن المدربين، يمكن مدرب الكويت عنده ميزه عن مدرب اليرموك، يعني اليوم قبل شوي ذكر بسعود عن عدد اللاعبين، اليوم انا كمدرب لو عندي عدد كبير من اللاعبين ممكن العب طول المباراه بطريقه البرس، دفاع ضاغط اللي هو من اللاي الاول لملعب نادي الكويت، لكن عدد اللاعبين يجبرني اني انا ممكن اغير اسلوبي، فممكن المدرب مجبر انه يغير اسلوبه، عكس مدرب نادي الكويت اللي يقدر يلعب باي طريقه لان عنده عدد كبير من اللاعبين، عنده محترفين جاهزين 100%، عكس يمكن شفنا محترفين اليوم في المباراه اللي طافت رجع بنتو كان متعود. فاليوم انا كمدرب احط طريقتي على الادوات المتواجده عندي، فهذا اللي الفرق بين المدربين الاثنين. فاليوم انا توقعي يعني اتوقع ان اليوم مثلا ممكن فونسيكا مدرب اليرموك يلعب نص ملعب، ما راح يقدر يضغط طول المباراه بسبب قله اللاعبين، فما يبي يخسر مجهود اللاعبين في الدقائق الاخيره خلينا نقول من المباراه او من الشوط الثاني. فهذا الفرق بين المدربين الاثنين. المدربين الاثنين الامانه انا بالنسبه لي من افضل المدربين على مستوى عالي، وانا اشتغلت وياهم اثنينتهم، يعني مدربين عندهم فكر عالي، مدربين متمرسين على الصالات عندهم خبره كبيره. نعم. ف
يعني اليوم راح تشوف مباراه صعبه، راح تشوف اختلاف بالطريقه بين المدربين. شنو بتضيف كابتن؟ انا عندي نقطه بالنسبه اللي يقول يعني الشوط الثاني شوط مدربين. هي المباراه كلها شوط مدربين خصوصا بالصالات. صح يعني انت تتكلم الصالات لعبه ثواني، ما تقدر تقول تبديل مفتوح، ما تقدر تقول والله الشوط الاول شوط لاعبين وزين، اذا الشوط الثاني شوط مدربين الشوط الاول شوط منه؟ صح، فلعبه الصالات الشوط الاول والشوط الثاني هو شوط مدربين. صحيح، صحيح. مفتوحه المباراه مفتوحه. زين كابتن احمد، يعني نادي الكويت، نادي الكويت، انا ببدي وياك ويا نادي الكويت. نادي الكويت يعني ما شاء الله خذ النقاط المهمه وانفرد بالصداره، يعني كان في عنده بعض المباريات تدبدب بالاداء نادي الكويت، لكن هو خذ الاهم اللي هو كل مباراه قاعد ياخذ 3 نقاط باخر 5 دقائق عنده دكه. احنا لما نتكلم عن نادي الكويت نتكلم عن فريق بطل، نعم، لاعبين، اداره. شفنا المباريات اللي طافت لنادي الكويت قبل لعبه كاظمة، لما كنا نشوف لعبه النصر، لعبه خيطان، كنا نشوف، لما كنا نتكلم اداء ما في اداء، بس كنا نقول في نتيجه، في نتيجه، وكانوا حتى نقول يمكن الجهاز الاداري هذا جدول ترتيب وياك كابتن احمد. اي لما نشوف الجهاز الاداري هم مصدر، لكن لما نشوف الجهاز الاداري والجهاز الفني وحتى يمكن اللاعبين مو راضين عن المستوى اللي قاعد يقدمونه والاداء اللي يقدمونه بالنسبه للمباريات اللي قبل. لكن لما شفنا مباراتهم صراحه ضد كاظمه شفنا تالق من اكثر من لاعب، شفنا تالق من الحراس الهزيل، شفنا المحترفين. ما دام قلت الهزيل، التشكيله يعني تشكيله الكويت يعني هي متواجده. انت لما قلت الهزيل خذ التشكيله ويا الهزيل. ناخذ التشكيله محمد الهزيل، نعم، وعندنا عبد الرحمن الطويل، نعم، وحمد العوضي، حمد العوضي، فرانكلين، نعم، نعم، وفيلبو. هذا المعتاده كل مره، هذه التشكيله غالبا، نعم، ساعات يلعب مثلا بعيجان او مثلا، نعم، يبدي ناصر العلبان، نعم، فهذه التشكيله اليوم انا اتوقع ممكن المدرب يشوف انها مناسبه. احنا ما نقدر نحكم على التشكيله لان بالنهايه المدرب يحكم على التدريب اللي يصير طوال الاسبوع، لكن احنا لما نتكلم اقول لك عن نادي الكويت اللعبه الاخيره ضد كاظمه ضرب لنا نموذج مثل كبير بالنسبه للمباريات اللي تغلب فيها نادي الكويت، يعني على فريق نفس كاظمة اللي كنا نتكلم قبل شوية عنه في مباراة أمس ضد العربي. صحيح. إن نادي الكويت صراحة لعب مباراة خلاها أداء ونتيجة. نتيجة. فهذه المباراة اللي أنت تبيها من فريق بطل. صحيح. نفس نادي الكويت. نفس لما تتكلم عن كاظمة أمس لما تقول فريق بطل، لما تشوف أداء أمس تقول أداء ونتيجة. بس صحيح. ساعات أنت لما تشوف نادي الكويت بالفترات السابقة كان فقط ياخذ النتيجة ما ياخذ الاداء، لكن اللعبه الاخيره صحيح شفنا اللاعبين اغلبهم، اغلب حتى التوليفه كانت جميله، اغلب اللاعبين شفناهم، شفنا عندهم استطباع، شفنا الروح وجديه، التكتيك، تطبيق التكتيك والالتزام والانضباط، شفنا التحولات السريعه من اللاعبين، اغلب اللاعبين الكويتيين واللاعبين المحترفين ودور حارس المرمى. كابتن مبارك، بس اروح وياك على تشكيله اليرموك ونتكلم عنها، بعدين نتكلم عن نادي الكويت. أوكي. يعني تشكيله اليرموك، تشكيله اليرموك يمكن حارس المرمى محمد ماجيك من افضل الحراس، نعم، المتواجدين بالدوري، نعم، المحترفين اندرو وجوانيتو، نعم، وسليمان العمران ومساعد الاخباري. يمكن صحيح. اليوم صحيح. يعني التشكيله هذه مو معطتني اريحيه، لا مو معطتني شنو السيستم اللي ممكن يلعب فيه، لكن انا توقعي، نعم، لو هو كان يبي يضغط كان ممكن يبلش بالكابتن حمد حياته وعبد العزيز بسام. صحيح. فاليوم انا اتوقع ان التشكيله هذه راح يلعبوها مثل ما نقول احنا زون منطقه، دفاع منطقه، نعم، لان قلت لك صعب انه يجاري نادي الكويت في عدد اللاعبين، نعم، فما اتوقع انه راح يضغط، لان السيد فونسيكا يعني من اول ما يا الكويت دائما يعتمد على الدفاع الضاغط، نعم، البريس. فاليوم التشكيله هذه اتوقع انه لا بيعكس، يعني وجود سليمان العمران لاعب سريع. صحيح. فاتوقع انه يبيع حق التحول من الدفاع حق الهجمات المرتده من الدفاع للهجوم، نعم، ونفس الشيء مساعد الاخباري. فانا تصوري انه اليوم راح يكون اليرموك راح يلعب دفاع منطقه. شنو بغيت تقول عن الكويت؟ اقول عن الكويت يمكن مثل ما ذكر بسعود، نعم، الهدف الاول، نعم، كان سجلوا نادي الكويت كانوا 4 لاعبين محليين داخل الملعب من غير ورا محترف، بدون محترف. بالمقابل كان نادي كاظمة عنده قاعد يلعبون 2 محترفين، نعم. اليوم لما تيجي تسجل 4 محليين على 2 محترفين، هذا دور المدرب انه يثق باللاعب المحلي اللي كانوا موجودين بالملعب، سليمان بعيجان، ناصر العلبان، عبد الرحمن الطويل، حمد العوضي. والهدف كان من جمله، يعني جمله مركبه بين الـ4 لاعبين، يعني شلون افتحوا الملعب وفضوا مساحه حق بعض
وشون سليمان بعيدان تحرك مساحه الفاضيه وصلت الكره نعم. بشكل حلو من ناصر العلبان، فهدف كان الصراحه من الاهداف الجميله اللي نشوفهم دوري الصوت اليوم. انت ممكن تشوف هدف جميل من تسديده، لكن لما تشوف هدف شاركوا فيه الاربع لاعبين واربع لاعبين محليين يحسب لمدرب نادي الكويت واللاعبين الصراحه. كابتن احمد، يعني اليرموك هم قاعد يقدم مباريات جميله، بس الجدول ما اسعف نادي اليرموك. لا، اليرموك انا اتوقع اليرموك شفنا الموسم اللي فات اليرموك عارف شنو يبي. نعم بالضبط، يعني في فرق ممكن تبي تاخذ مثلا يهمها المركز الاول. اليرموك لما يشوف نفسه انه مو قادر على المركز الاول او الثاني ممكن يختار الفريق اللي يبي باري او يختار المركز اللي هو محتاجه على حسب امكانياته، لانه هو يدري انه عنده عدد من اللاعبين ما يقدر يستمر وياهم على طول، ما يقدر، ممكن تصادف اصابات، ممكن يصير عنده ايقافات. فالامور بالنسبه لليرموك مو نفس بالنسبه للكويت. الكويت عنده خيارات كثيره، لكن نادي اليرموك ما عنده خيارات كثيره. وشفنا نادي اليرموك يعني حتى بالانتقالات هذه الشتويه قاعد يحاول يبحث عن لاعبين كويتيين. صحيح. كابتن احمد، كابتن مبارك، نروح حق زميلي عادل عويد اذا جاهز. شباب، زميلي عادل، عط الرساله وضيوفك الحلوين اللي معاك. شكرا لك يا جميل، يا زميل مشعل جوره، كذلك الشكر للكباتن المتواجدين في الاستديو التحليلي. اعزائي المشاهدين، حياكم الله معنا اليوم عبر شاشه عدسه الرياضيه. احنا متواجدين في ارضيه صاله نادي الكويت الرياضي المغلقه، واولى لقاءات اليوم اللي راح يجمع بين نادي الكويت ونظير نادي اليرموك الرياضي ضمن منافسات الدوري التمهيدي لقدم الصالات. عشان نتعرف معاكم على خبايا هاللقاء، نرحب معاكم مع اداري مدير فريق قدم الصالات في نادي الكويت الرياضي كابتن طلال الفهد. كابتن يعطيك العافيه، ونقول لك اليوم الابتسامه هذه احنا تعودنا على هدوءك وابتسامتك، وكذلك اعتقد فارق جدول الترتيب كمركز اول في 28 نقطه. قول لي اليوم شلون راح يكون تحضيركم قدام اليرموك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساك الله بالخير، وان شاء الله احنا مبتسمين دائما ان شاء الله، وباذن الله احنا المباراه هذه يعني جاهزين لها بقوه والتوفيق من رب العالمين، ولكن احنا جاهزين بقوه. نعم، وان شاء الله بالمباراه تشوف ان شاء الله دي سرك باذن الله. اعتقد كابتن كاليوم التمركز نادي الكويت في المركز الاول ب 28 نقطه يعني ضمن اعتقد المركز الاول، ولا ممكن يكون في تغيير في جدول الترتيب؟ ممكن اليوم المباراه هذه اذا يعني اخفق فيها يعني نادي الكويت ممكن يكون في حسبه اخرى، لان الحين انت تدري التنافس على الاول والثاني حتى تكون اكثر من فرصه في البلاي اوف، انت عارف ظروف الثالث الى السادس هي فرصه واحده، مباراه واحده. والله احنا شوف مثل قلت لك من قبل، انا احنا يهمنا ترتيب صدارة الترتيب تهمنا صراحه. نعم. وساعين لها يعني. نعم. وان شاء الله نخلص فيها الاول باذن يعني الله. يعني في مفاجآت ولا كما تعودنا على هدوءك وانعكاس الهدوء في ارضيه الملعب؟ والله شوف الهدوء ان شاء الله هو الهدوء مكسب يعني. نعم. وان شاء الله الميدان هذا الميدان باذن الله. بس انا اعتبر ردك دبلوماسي. كل التوفيق لكم كابتن. اعزائي المشاهدين، وبنفس سياق الموضوع ومن الجانب الاخر ارحب معكم في مدرب الحراس في نادي اليرموك الرياضي الكابتن صالح الحمادي. كابتن يعطيك العافيه، اعتقد سمعت تصريح طلال الفهد، دائما ترى تصريحاته هاديه ولكن تعكس في ارضيه الملعب، اعتقد كذلك لكم رد على هالتصريح. والله نادي الكويت يعني متصدر فارق مرتاح، لكن اتوقع يبون المباراة اليوم هم الثار، ما خسروا الا مننا هالدوري هذا. صحيح. كل مباراة فازوا فيها الا من احنا. صحيح. فاتوقع هي رد اعتبار اكثر ما هي يبون ثلاث نقاط. نعم. بس احنا جاهزين للمباراة، الاسبوع كله مجهزين حق نادي الكويت على خططه، واحنا مجهزين ان شاء الله مفاجآت، تكتيكات معينة. نبي ثلاث نقاط، ما شاء الله الدوري الحين كل الفرق قاعد تعثر. ما حد محافظ على مركزه، والدوري هالسنة حق الشاهد المحايد للأمانة وايد ممتع. صحيح. ما حد محافظ على مركزه. فالكل له فرصة في المركز الثاني، واحنا نطمح للمركز الثاني، كون احنا الحين ثالث فرق نقطة عن نادي السالمية، وعندنا مواجهة مع نادي السالمية، ودنا ناخذ ثلاث نقاط اليوم ضد العربي وكاظمة، ان شاء الله نتأهل المركز الثاني، وهذه رحلة من الليل المركز الثاني اليوم لازم نتجاوزها. نعم. ومجهزين حق المباراة ان شاء الله. نعم. كابتن صالح، انت سبقتني في موضوع المركز الثاني، انت عارف ان الان يعني كل الفرق قاعد يتصارعون على المركز الثاني بحكم الفرصه، انه يقول لك بدل ما اكون الثالث او يعني الثالث والسادس يعني يعتبر واحد في البلاي اوف، فيقول لك انا ابي كمركز ثاني الكويت فارق شوي حتى تكون لي اكثر من فرصه في لما ندخل في مربع البلاي اوف. اليوم اليرموك في منافسه اليرموك سالميه اللي بينك وبينه نقطه،
كاظمه كذلك امس لقاء اللي شفناه قدام العربي اللي يعني كذلك عدل ترتيبه في جدول النقاط، جاهزيتكم للغاء يعني الكويت في عناصره في دكه الكويت اللي يعني يعتبر عنده فريق اخر في الدكه كيرموك، راح نشوف اليوم مفاجات حق طلال الفهد اللي دائما قلت لك تصريحاته هاديه ولكن تعكس في ارضيه الملعب. هو صحيح نادي الكويت يمتلك لاعبين اساسيين ودكته يعني ما شاء الله غنيه، لكن كلامي نفسه هو كلامي في اول المباراه، هو بالملعب اخر شيء، شنو اداء اللاعبين في الملعب هو اللي كسبك، منو كان قدامك منو كان ضدك. شفنا امس خيطان خذ 3 نقاط من القادسيه وكان كل متوقع القادسيه يفوز، لكن بالاخير ايش تسوي برض الملعب تاخذه. عن نفسنا من ناحيتنا احنا مجهزين حق نادي الكويت، طامحين حق 3 نقاط، لكن خوفنا شويه جدولنا بالمباريات الجايه مضغوطين. يعني اليوم عندنا مع الكويت الاثنين مع كاظمه، الخميس مع العربي. احنا خايفين الاجهاد الزايد في المباراه القويه الثالث يخلينا نخسر المباريات الجايه. لكن كل مباراه بناخذها كنهائي ونحط اللي عندنا وتوفيق من رب العالمين ان شاء الله. نعم باذن الله. اكيد كابتن صالح عمادي، حسب ما فهمنا منك ان الفريق جاهز فنيا ولكن تبقى روح اللاعبين في ارضيه الملعب. اكيد اعزائي المشاهدين كانت هذه رسالتنا من ارضيه الملعب، ونتمنى ان ترون لقاء جميل ينال على اعجابكم. والان ننتقل نعود معكم الى زميلي في استديو التحليلي مشعل جوهر وضيفي الكريمين ابغوا معنا. شكرا لزميلي عادل عويد على اللقاءات الجميله صراحه. يعني طلال كل مره رد الدبلوماسي، يعني طلال شو يقول؟ يقول احنا نعطي لاعبينا الثقه ونعطيهم الراحه، واهم شيء عندنا العامل النفسي في المباراه، العامل النفسي يحتاج والصداره تحتاج عامل نفسي، يعني نبي نفس ما يتفضل هو يقول يعني الهدوء. لكن صالح قال احنا نفكر بالمركز الثاني والفرق الثانيه قاعد تفكر شلون توصل للمركز الثاني عقب فوز كاظمه. كابتن احمد هو بالضبط العامل النفسي له دور مهم طبعا على اللاعب، خصوصا في الصالات. تتكلم اذا الصالات ممكن يكون عليك هدف وهدفين وتكون صحيح انت هادي ممكن ترجع حق المباراه، لكن اذا تنرفز والعامل النفسي عندك مو زين ما راح تخسر، راح تخسر المباراه ما راح ترجع حق المباراه. اضافه على الكلام اللي قاله اخوي صالح الحمادي انا اتفق معه، لان صالح حمادي كلامه انه اذا فازوا هم اللعبه هذه ممكن اللعبه الجايه راح يكون مبارياته صعبه، لا راح يكون في ضغط على نادي السالميه بعد شويه لما اللعبه اللي بعدها. فهم يتكلمون عن الشغله هذه، انت لما تفوز الفريق اللي يكون بالترتيب تحتك دائما عليه ضغط انه دائما يبي يفوز. كابتن مبارك يعني بالنسبه حق اللي قاله كابتن طلال الكلام سليم، العامل النفسي وايد يفرق. وبالنسبه حق المركز الثاني يمكن نوضح حق اخوان المشاهدين ان الاول والثاني راح يروحون قبل النهائي على طول، وهذا اللي هم قاعد يفكرون. علشان كذي اليوم كل مباراه يعني خلينا نقول ان الكويت اقرب حق المركز الاول، لكن المركز الثاني انت تجنب انك تلعب مباراه زياده، تجنب ان انت ممكن حصل اصابات عندك طار، فالكل يطمح حق الاول والثاني. شلون راح تشوفون الشوط الاول كابتن احمد؟ انا عندي نقطة مهمة على نادي اليرموك، نادي اليرموك انت تتكلم وترتيبه الحين تقريبا ناديك بعد لازم يعني لا نقطة انا انا استمتع لما كنت اشوفكم قبل انت وحمد العثمان والشباب الموجودين. يعني احنا نتكلم واقع، نادي اليرموك هو تأسيس الصالات، احنا نتكلم احنا اقدم الاندية، احنا الحين نتكلم عن الاندية بشكل عام. يعني لما نتكلم عن نادي اليرموك ونشوف شيء مو زين فيهم او سلبيه فيهم لازم نتكلم مثل ما نتكلم على كل الانديه. نادي اليرموك انت لما تيجي تشوف ترتيبه وتشوف ترتيب مثلا القادسيه، ترتيب القادسيه السادس وتشوف الاهداف اللي مسجلها نادي اليرموك 36 هدف صحيح، نسبه الاهداف اللي مسجلها نادي اليرموك اقل من نسبه الاهداف اللي مسجلها نادي القادسيه صحيح. فنادي اليرموك عنده مشكله في تسجيل الاهداف. نادي الكويت لا نادي الكويت عنده 58 هدف فعنده تسجيل الاهداف، وايضا دفاعيا نادي الكويت صحيح. تقريبا 24 هدف عليه ونادي اليرموك عليه 29 هدف، فتقريبا الاهداف اللي عليهم تقريبا قراب من بعض. لكن اللي يفرق نادي الكويت كتسجيل اعلى نادي اليرموك كتسجيل اقل. الشوط الاول شلون راح تشوفه اخوي مبارك؟ يعني احنا مثل ما يقولون نتوقع على اللي عندنا على الورق، اتوقع ان الكفه راح تميل حق نادي الكويت، لكن مجريات المباراه هذه اللي تصير صعبه. وكره قدم الصالات عودتنا انه ما في حسبه ولا في اي شيء يعني ممكن يصير، والدليل المباراه اللي صارت بالفتره الاخيره وايد كنا نشوف مفاجات غير متوقعه بين المباريات. يعني الفريقين راح يلعبون بحذر كابتن احمد، في حذر باول 5 دقائق ولا في امس انا اقول لهم ترى في مفاجات انا امس طلعت فعلا في مفاجاه، بس اليوم اليرموك انا اشوفه يبي المباراة أكثر من الكويت. أو ما في حذر أول 5 دقائق أو دقيقتين، الحذر يكون على طول المباراة. يعني أنت حتى لو فايز 3-0 لآخر دقيقتين
راح يكون في حذر والمفاجات موجوده لاخر الثواني. انت لما تيجي تتكلم حتى دور حراس المرمى مهم، دور حراس المرمى تتكلم عن الهزيمه وما جكي خروج الفريق من الضغط، رمي الكره، الليبرو، ادوارهم جدا مهم. دور الحراس راح نقوله بين الشوطين، ما مدانا ننتقل الى معلقنا، الصوت والصوره لك. مشاهدينا ومتابعينا عبر كل مكان عبر قناة كويت سبورت من صالة نادي الكويت، وجولة جديدة من الدوري العام لكرة قدم الصالات لهذا الموسم 23-24، واللقاء القمة ما بين الكويت واليرموك في هذه الجولة. شاهدنا قبل بدء هذا اللقاء المراسل المميز عادل عويد ولقاء مع طلال الفهد مدير نادي الكويت ومع الحمادي مدرب حراس نادي اليرموك. كلا الرجلين أبلغوا عادل عويد قبل هذا اللقاء أن الكل يحتاج هذه النقاط الثلاثة. عادل وبلقاء مميز كان له مع الرجلين أبدع فيه واستخرج منهم جميع المعلومات المفيدة لهذا اللقاء قبل بدء ما بين اليرموك والكويت. في نتائج غريبة في هذه الجولة بانتصار كاظمة على العربي من غير محترفين، من غير كريس ومن غير مانش، انتصر على العربي بستة أهداف لهدفين بعد أن كان العربي هو المتقدم بالنتيجة بهدفين مقابل لا شيء. عادل كاظمة وانتصر في اللقاء وتخطى العربي بستة أهداف لهدفين. ثاني لقاءات خيطان يحقق أول انتصار له في هذا الموسم أمام القادسية بالأمس كذلك بستة أهداف لثلاثة، 8 أهداف في اللقاء الأول وتسع أهداف في اللقاء الثاني، 17 هدف في أول لقاءين في الدوري العام لكرة قدم الصالات لهذه الجولة في هذا الموسم 23-24. الكويت متصدر الترتيب ب 28 نقطة، يأمل اليوم أن يعيد ثأرة من نادي اليرموك لأنه خسر الكويت في هذا الموسم لقاء واحد فقط وكان هذا اللقاء أمام اليرموك ذهابا، انتصر وقتها اليرموك بقيادة نجم حراسة المرمى محمد ماجيك اللي أخرج العديد من الكرات المهمة على فريقه وانتصر مع فريقه اليرموك على الكويت في قسم الذهاب. في قسم الإياب اليوم محمد ماجيكي في حراسة المرمى، باتيسا وأندرو فارغاس محترفين نادي اليرموك بساعد الخضاري وحمد حياة كابتن الفريق. بالمقابل نادي الكويت بزي المعتاد الأبيض على شمال الشاشة بمحمد الهزيم، هذا الرجل اللي كان صاحب الفضل الكبير بانتصار الكويت على كاظمة في الجولة الماضية بعد أن تخطى حاجز 20 تصدي في اللقاء الماضي أمام نادي كاظمة، وفوق كل ذلك سجل كذلك هدف في شباك الخواري وأعطى فريق النقاط الثلاثة المهمة بانتصارهم على نادي كاظمة في الجولة الماضية. فرانكلين فيليبين هو حمد العوضي والطويل وحراسة المرمى لمحمد الهزيم. حكام هذا اللقاء الحكم الأول عزيز الصراف، والحكم الثاني سلطان العنزي، والحكم الثالث فواز الكندري، والميقاتي تحرير المجبل. بانتظار الصفر يبدا هذا اللقاء ما بين اليرموك بزي المعتاد الكحلي على يمين الشاشة أمام نادي الكويت على شمال الشاشة. إذا بدأ هذا اللقاء أندرو فارغاس يلعب تمريرة مع مساعد الإخضاري للعمران، سليمان يلعبها بعد ذلك إلى باتيستا، وصلت إلى أندرو فارغاس إلى جواو، باتيستا يلعب تمريرة بعد ذلك إلى أندرو، أندرو حمل عبء الفريق بالكامل أندرو فارغاس في ظل غياب جو باتيسا لأربع جولات بداعي الإصابة. كذلك لا ننسى الدور الكبير اللي قام فيه عبد العزيز البسام وكذلك حمد حياة ما بين كابتن المنتخب الوطني الماضي وكابتن المنتخب الوطني الحالي البسام. فرانكي تحت الضغط يلعب تمريرة بعد ذلك إلى فيليبينو، اليوم غياب سرينجاري بداعي الإصابة بعد العملية اللي أجراها في يده سرينجاري. جيليرمي إيطالي نجم المنتخب الإيطالي لكرة قدم الصالات يغيب اليوم مثل ما غاب الجولة الماضية كذلك عن فريق نادي الكويت أمام كاظمة، اليوم يغيب كذلك عن الكويت أمام اليرموك. حمد العوضي
ابرز اللاعبين اللي اخرجتهم كره قدم الصالات في نادي اليرموك حمد العوضي مع تسديده ولكنها الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب تسديده الكولونيل حمد العوضي الى خارج ارضيه الملعب كاول تهديد خطير جدا لمصلحه الكويت في بدايه هذا الشوط الاول. فيليب بينهو بالصدر هيئ الكره بشكل مميز لحمد العوضي اللي سددها ولكنها خرجت وطلعت بعيده الى خارج ارضيه الملعب. اندرو فارغاس مرو بشكل مميز، اندرو ولكن كره اندرو فارغاس تصد وتطلع الى خارج ارضيه الملعب. الكره الاخيره طلعت الى خارج ارضيه الملعب ورجعت حاليا من رميه المرمى لمصلحه الهزيم. لعب تمريره بعد ذلك الى فرانكي على الشمال، لعب تمريره لعبد الرحمن الطويل المارشال، يلعب تمريره بعد ذلك الى فرانكي، فرانكي الى فيليبي خطا في الكره الاخيره وصلت الى اندرو فارغاس يتقدم في هذه الكره. اندرو اندرو تحت الضغط يحاول ان يمر بشكل مميز من امام فيليبي لكن بعد ذلك ارتك الكره لكويت وصلت الى فيليبي الي حمد العوضي اليوم على دكه بدلاء نادي الكويت منتخب بالكامل، منتخب بالكامل عبد الرحمن المسبحي وعبد اللطيف العباسي وناصر العلبان وعبد العزيز براشد وعمر المنصور وعبد الله حياة وخالد الشمري، منتخب منتخب بالكامل موجود على دكة بدلاء نادي الكويت، كذلك موجود عند نادي اليرموك على دكة البدلاء حمد حياة وعبد العزيز البسام وفواز الراشد وجراح الناصر ولسهلي وطلال كميل، كذلك اليرموك بقيادة مدربة لويس فوسيكا يملك العديد من الخيارات على دكة البدلاء في لقاء المهم أمام نادي الكويت. الكويت اليوم لو انتصر أعتقد بنسبة لا تقل عن 99% أنه ضمن المركز الأول وضمن الذهاب للدور نصف النهائي من دون أن يشارك في البلاي أوف اللي راح يجمع ما بين من الثالث حتى السادس. الكويت اليوم انتصاره يعني راح يكون الفريق الوحيد اللي تعدى حاجز ال 20 نقطة، راح يوصل ل 31 نقطة. الآن الخطأ والفاول لمصلحة الكويت، أول فاول يتم احتسابه على اليرموك وعلى تنفيذ هذا الخطأ والفاول عبد الرحمن الطويل المارشال اللي سجل من ركلتين حرتين في شباك نادي القادسية وصنع من ثلاث ركلات الطويل، ولكن هذه المرة كرة عبد الرحمن صدت بمساعد الإخضاري وطلعت إلى خارج أرضية الملعب وترجع الكرة حاليا والمحاولة لمصلحة الكويت من ركلة الإدخال. ترجع للكويت من ركلة الإدخال للطويل عبد الرحمن، تنفيذ من مكان خروج الكرة لعبد الرحمن الطويل المارشال يلعب تبريره بعد ذلك وصلها الى فرانكي، فرانكلين لحمد العوضي البيفوت يلعب تبريره بعد ذلك بالخلف للطويل لكن صدت هذه المره بالعمران او في باتيستا وطلعت الى خارج ارضيه الملعب. اليوم عوده فواز الراشد بعد اصابه تلقاه فواز الراشد اليوم عاد وفي هذه الجوله بعد غيابه في الجولتين الماضيتين فواز الراشد لعب تضامن سابق لاعب اليرموك في هذا الموسم يعود لتمثيل فريقه بعد الاصابه مثل جواو باتيستا، كذلك الطويل عبد الرحمن يلعب تمريره بعد ذلك بالخلف لحمد العوضي بشكل مميز فيليبي، عندنا اسد عندنا اسد عندنا اسد، عندك ماجيك عندك ماجيك عندك اسد عندك ماجيك يعني عندك اسد محمد ماجيك يتصدى للكره الاخيره من امام فيليبي، تتلاعب بمين يا فيليبي؟ اصحى اصحى يا فيليبي اصحى اصحى يا فيليبي في الكره الاخيره محمد ماجيك يبعدها الى خارج ارضيه الملعب، تطلع الكره وترجع حاليا لمصلحه اليرموك من رميه المرمى لمحمد ماجيكي. محمد ماجيكي عبر الانستغرام بعد لقاء الذهاب ما بين الكويت واليرموك نزل فيديو لجميع لقطات التصديات المهمة كانت له في لقاء أمام الكويت، رد عليه وقتها عبد الرحمن الطويل قال له الوعد الإياب، الوعد الإياب اليوم الإياب، هل ينجح الطويل أم يستمر كذلك؟ محمد ماجيكي في تصدياته أمام الطويل وزملاء كرة أخيرة بعدها باتيستا جواو إلى خارج أرضية الملعب، طلعت الكرة الأخيرة وترجع حاليا من رمية المرمى لمصلحة الكويت الهزيم إلى فرانكلين سوبر فرانكي. يرموك بالعمران حاليا والخضاري باتيستا وفارغاس، محمد ماجيكي في حراسة المرمى مقابل الكويت بفيليبينهو، فرانكلين الطويل والعوضي وحراسة المرمى للشامخ الهزيم محمد فرانكي، يلعب تمريره بعد ذلك بالخلف وصلت ناحية الطويل عبد الرحمن تسديده منه ولكنها صدت وطلعت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى أول ركنية، إلى أول ركنية لمصلحة الكويت. ركنية الأولى للكويت، فرانكلين يلعب تمريرة تسديدة من عبد الرحمن ولكنها بعيدة، كرة الطويل للمارشال تطلع إلى خارج أرضية الملعب وترجع حاليا من رمية المرمى لمصلحة محمد ماجيكي ولمصلحة فريق اليرموك.
محمد ماجيكي يلعب تمريرة للعمران، سليمان تحت الضغط يفقد الكرة الأخيرة من أمام فرانكلين، تطلع لخارج أرضية الملعب وترجع حاليا من ركلة الإدخال. أخيرا أخيرا عبد العزيز، أخيرا براشد إلى أرضية الملعب. موسم للضياع لعبد العزيز براشد، من نجم التضامن ونجم المنتخب الوطني ولاعب أساسي في تشكيلة السيد محمد ناظم الشريعة مدرب المنتخب الوطني، إلى لاعب احتياطي لا يشارك إلا يمكن تقريبا الموسم بالكامل، 10 دقائق قضاها عبد العزيز براشد على أرضية الملعب في نادي الكويت في هذا الموسم. اليوم منذ البداية يشرك أندري برانكيلو، هذا لويس فونسيكا مدرب الكويت السابق، مدرب المنتخب الوطني السابق، مدرب اليرموك السابق والحالي، مدرب العربي، مدرب المنتخب السعودي، تجارب كبيرة للويس فونسيكا بطل الدوري في الموسم قبل الماضي مع نادي الكويت. فرانكلين يلعب تمريرة عبد العزيز والأسد، الأسد محمد ماجيكي في إبعاد الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب من تسديدة من الغائب الحاضر عبد العزيز براشد في الكرة الأخيرة. دينامو المنتخب الوطني براشد سددها بشكل قوي ولكن تصدى لها محمد ماجيكي وأبعدها إلى خارج أرضية الملعب، ورجعت الكرة حاليا والمحاولة لمصلحة الكويت من ركلة إدخال براشد للطويل ولكن التنفيذ خاطئ للكرة الأخيرة من ركلة إدخال. تبديل في ركلة إدخال بعدين كانت الكويت تصبح حاليا لمصلحة اليرموك. نقاش سلطان العنزي الحكم الثاني مع علي السيف وعبد الرحمن الطويل على تنفيذ الخاطئ اللي كان من عبد العزيز براشد لركلة الإدخال الأخيرة. أندرو فارغاس ضغط من لاعبين نادي الكويت في مناطق اليرموك يضطر لإبعاد الكرة الأخيرة. أندرو فارغاس لخارج أرضية الملعب، ترجع حاليا لمصلحة الكويت من ركلة الإدخال ولا فرصة لليرموك. بالمقابل 4 تسديدات لنادي الكويت، 2 منها تصدى لها محمد ماجيكي و2 كانت الى خارج ارضية الملعب. تمريرة اخيرة مرت من الجميع وطلعت الى خارج ارضية الملعب، ترجع حاليا من ركلة الادخال لمصلحة اليرموك. بسام حاليا الى ارضية الملعب عبد العزيز كابتن المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات عبد العزيز بسام وصيف العرف في البطولة الأخيرة عبد العزيز، وتأهل مع المنتخب الوطني لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي ستقام في تايلاند في الفترة من 17 وحتى 29 أبريل القادم. المنتخب الوطني كان في التصنيف الثاني، منتخبنا وقع في مجموعة ضم المنتخب الإيراني في التصنيف الأول، المنتخب البحريني في التصنيف الثالث، والمنتخب الأفغاني في التصنيف الرابع. هي بطولة آسيا القادمة هي مؤهلة كذلك لكأس العالم الأربع اللي راح يصلون نص نهائي تأهلون مباشرة لبطولة كأس العالم كرة قدم الصالات التي ستقام كذلك في آسيا لكن هذه المرة في أوزباكستان وليس في تايلاند. محمد ماجيكي تمريرة بعد ذلك لجراح الناصر إلى باتيسا يلعب تمريرة بشكل مميز بعد ذلك وصلت للبسام عبد العزيز لجراح نجم العربي السابق جراح الناصر، لكن الكرة الأخيرة مر من خارج أرضية الملعب طلعت عليه ورجعت حاليا لمصلحة الكويت من ركلة الإدخال. ترجع لمصلحة الكويت من ركلة الإدخال الطويل عبد الرحمن قدم الهزيم ويعطي زيادة العددية بعد ذلك عاد لحراسة مرمى محمد الهزيم الطويل إلى فرانكي، فرانكلين لعبد العزيز براشد للسيف علي يلعب تبريرة بعد ذلك بالخلف وصلها لفرانكلين علي للطويل بشكل مميز لكن البسام صاحي للكرة الأخيرة عبد العزيز في إبعادها لحمد حياة لجراح الناصر لحياة حمد يستلم هذه الكرة العراب سجل ذهابا على نادي الكويت وقت الانتصار لنادي اليرموك على نادي الكويت. محمد الهزيم يلعب تمريرة خاطئة البسام في افتكاكه بعد ذلك وصلت للسيف تمريرة خاطئة كذلك وصلت إلى باتيسا لعبد العزيز البسام يمر بشكل مميز يلعب تمريرة بعد ذلك حياة في التسديد لكنها صدت وطلعت الكرة الأخيرة من حمد حياة إلى خارج أرضية الملعب. ترجع حاليا الكرة والمحاولة لمصلحة الكويت من ركلة الإدخال الطويل عبد الرحمن محمد الهزيم يتقدم سجل في الجولة الماضية أمام كاظمة أمام فريق السابق في شباك الفهد الخواري وقت ما انتصر الكويت على كاظمة 4-1. فرانكي يتقدم في هذه الكرة يلعب الكرة العرضية ولكن بعد ذلك بعدها بشكل مميز من حياة صدت بفرانكي وطلعت إلى خارج أرضية الملعب ورجعت لمصلحة اليرموك من ركلة الإدخال جواو باتيسا رأسية منها لكن بعد ذلك بعدها الطويل عبد الرحمن طويل وطلعت الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب ترجع حاليا لمصلحة اليرموك من ركلة الإدخال ترجع حاليا لمصلحة اليرموك من ركلة الإدخال لجواب باتيسا اليرموك حاليا بمحمد ماجيكي في حراسة المرمى باتيسا عبد العزيز البسام حمد حياة وجراح الناصر بالمقابل الكويت بفرانكلين الطويل السيف براشد
وحراسة المرمى لمحمد الهزيل. فرانكي مر بشكل مميز من أمام حياة فرانكلين، ولكن في أبعادها جراح الناصر اللي خارج أرضية الملعب. أبعدها جراح الناصر اللي خارج أرضية الملعب، تطلع الكرة الأخيرة وترجع حاليا من ركلة إدخال لمصلحة الكويت. ترجع الكرة حاليا لمصلحة الكويت من ركلة إدخال. 28 نقطة للكويت، 22 نقطة لليرموك. انتصار اليرموك يعني وصوله للنقطة 25 بفارق 3 نقاط على الكويت المتصدر. انتصار الكويت يعني ابتعاده بشكل كامل في صدارة ترتيب الدوري العام، يصل للنقطة 31. فرانكي بشكل مميز ناحية براشد، لكن أبعدها في المرة الأولى. باتيستا وصلت للبسام، رجعت إلى باتي. حياة لجواو بشكل مميز اليرموك تحت ضغط لاعبي نادي الكويت. غضب من لويس فونسيكا على الكرة الأخيرة من عبد العزيز البسام على السيف لعبد العزيز براشد. ناصر العلبان وسلمان البعيجان يستعدون للنزول الى ارضيه الملعب من نادي الكويت. الهزيم يتغدى في هذه الكره محمد الشامخ، تسديده ولكنها الى خارج ارضيه الملعب. كره محمد الهزيم ترجع من رميه المرمى لمصلحه اليرموك لمحمد ماجيكي لجواو. باتيستا مع الناصر جراح يلعب تمريره صعبه كانت، الكره الاخيره تطلع لخارج ارضيه الملعب، ترجع من ركله ادخال لمصلحه الكويت. في هذه اللحظه أندرو فارغاس، مساعد المطيري، طلال كميل، فواز الراشد، أحمد لسهلي، العوضي كلهم موجودين على دكة بدلاء، كذلك مساعد الخضاري كلهم موجودين على دكة بدلاء. لويس فوسيكا اللي معك على الشاشة، مدرب الإسباني، مدرب الكويت السابق ومدرب اليرموك حاليا. ناصر العلبان لعب تمريرة كابتن سالمية في الموسم الماضي في ظل إصابة سالم مشيمي في الموسم الماضي. في هذا الموسم ذهب لنادي الكويت من نادي السالمية. الكويت استعان بعيسى الكندري وعبد العزيز الهاجري ليو وكالفن ليبقى منافسا على بطولة الدوري العام لكرة قدم الصالات لهذا الموسم. ناحية النقاط الكويت فارق عن الجميع، فارق عن الكل الكويت من ناحية النقاط، لكن في المواجهات المباشرة بعد ذلك في البلاي أوف كلام ثاني. إذا وقع الكويت في لقاءات نادي اليرموك على سبيل المثال فاليرموك فاز عليه ذهابا، وإذا وقع في ملاقات نادي السالمية فالسالمية تعادل مع الكويت ذهابا كذلك، وإذا وقع في ملاقات العربي فالعربي يريد الثار على هزيمته ذهابا وإيابا كذلك أمام نادي الكويت في هذا الموسم. باتيستا ولكن أبعد الكرة الأخيرة من أمام فيليبينهو إلى خارج أرضية الملعب، تطلع الكرة الأخيرة وترجع حاليا من ركلة إدخال لمصلحة اليرموك. ترجع الكرة حاليا لمصلحة اليرموك من ركلة الإدخال. هذا الموسم اليرموك خسر في 3 لقاءات، خسر أمام العربي وخسر كذلك أمام السالمية، انتصر على كاظمة، انتصر على الكويت، انتصر على التضامن ذهابا وإيابا، انتصر كذلك على خيطان، انتصر على النصر ذهابا وإيابا. عبد العزيز البسام لحمد حياة يلعب تمريره بعد ذلك الأجواو. باتيستا العائد من الإصابة لكن تمريره أخيرة سيئة دون أي متابعة من لاعبي نادي اليرموك. تصل الكرة بعد ذلك سهلة لمحمد الهزيم يلعب تمريره لفيليبينهو. فيليبي لحمد العوضي، حمد حاول في الكرة الأخيرة وصلت بعد ذلك لناصر العلبان لبراشد. عبد العزيز يرجع تمريره بالخلف لمحمد الهزيم اللي يلعب تمريره طويلة ناحية حمد العوضي. سلام من حمد العوضي بعد ذلك تهيئة بشكل مميز لبراشد عبد العزيز، ولكن أبعدها الناصر جراح إلى خارج أرضية الملعب، تطلع الكرة الأخيرة وترجع حاليا من ركلة الإدخال لمصلحة الكويت. ترجع للكويت من ركلة الإدخال لحمد العوضي نجم اليرموك السابق والمنتخب الوطني، سابق توج مع المنتخب الوطني في الأولمبيات الخليجية وكذلك في بطولة غرب آسيا الأخيرة. علبان مرور أول وثاني وبراشد، ولكن كرة عبد العزيز إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب كرة عبد العزيز براشد. هذه الفرصة الثانية لبراشد في هذا الشوط الأول أمام نادي اليرموك، تسديدها في المرة الأولى من ناصر العلبان بعد ذلك وصلت لرأسية كانت من عبد العزيز براشد، ولكنها طلعت إلى خارج أرضية الملعب الكرة الأخيرة وترجع حاليا لمصلحة الكويت. ترجع لمصلحة الكويت من ركلة الإدخال. غياب سرنجاري غياب مؤثر دون أدنى شك على نادي الكويت. محمد الهزيم غياب اليوم
حتى عبد اللطيف العباسي اللي نبارك له بزواج عبد اللطيف العباسي. زلزال الصالات، عبد اللطيف بطل الاولمبيات وبطل غرب اسيا واللي وصل للنصف نهائي من بطوله كاس العرب 22 ولنهائي بطوله كاس العرب وصيف العرب في 23 واللي تاهل مع المنتخب الوطني كذلك لبطوله كاس اسيا القادمه وباذن الله يتاهل بعد ذلك لبطوله كاس العالم مع المنتخب الوطني. عبد اللطيف العباسي اللي يغيب اليوم عن نادي الكويت لحفل زفافه. الف مبروك ان شاء الله لعبد اللطيف العباسي. اندرو فارغاس يلعب تبريره بعد ذلك لحمد حياتي يلعب التبريره بعد ذلك لكنها تبعد من فيلبينها وتطلع الى خارج ارضيه الملعب وترجع الكره حاليا والمحاوله لمصلحه اليرموك من ركله ادخال. هذا لويس، هذا الاسباني فوسيكا. حمد حيات العراب الى اندرو فارغاس ريح دقيقتين وعاد الى ارضيه الملعب بشكل مميز. اندرو فارغاس البسام لحمد حيات، حمد يحاول يمر في الكره الاخيره تصل ناحيه البسام لكن في ابعادها من امامه، في ابعاد الكره الاخيره. فيليبينهو تطلع الى خارج ارضيه الملعب ترجع من ركله ادخال لمصلحه اليرموك. هذا اندرو فارغاس عبء كبير تحمله في الجولات الاخيره في ظل غياب جوا باتيسا، كان هو المحترف الوحيد في نادي اليرموك. حمد حيات من ركله ادخال حاليا يلعب تبريره بعد ذلك للبسام عبد العزيز لاندرو فارغاس ناحيه البسام عبد العزيز لكن في ابعادها من امامه عمر المنصور. اصطدت بالبسام وطلعت الى خارج ارضيه الملعب. الكره الاخيره ترجع حاليا من رميه المرمى لمصلحه الكويت. العوضي حمد للعلبان، افتكاك بشكل مميز من حياه وزملائه في اليرموك. الخضاري الى اندرو فارغاس حاول يلعب التمريره ناحيه سعد الخضاري لكن العلبان بمرور اول وثاني بشكل مميز وبعد ذلك ابعاد الكره الاخيره من عبد العزيز البسام. كره اصطدت بعمر المنصور وطلعت الى خارج ارضيه الملعب وترجع حاليا من ركله الادخال لمصلحه اليرموك. يغادر البسام يرجع العمران ويرجع باتيستا كذلك لارضيه الملعب. حاليا اليرموك بالخضاري باتيستا فارغاس والعمران محمد ماجيكي في حراسة مرمى مقابل الكويت بحمد العوضي فرانكلين عمر المنصور وفيليبينهو وحراسة المرمى طبعا للشامخ محمد الهزيم. العمران لحارس مرمى تمريرة بعد ذلك تبعد بشكل مميز وصلت ناحية فيليبينهو تمريرة إلى فيليبي السوبر فرانكي يسجل اول الاهداف لمصلحه فريق الكويت بعد تبادل تمريرات بشكل مميز ما بين فيليبي وما بين فرانكي. من فيليبي لفرانكي ومن فرانكي لفيليبي لفيليبي لفرانكي لهدف اول لمصلحه الكويت. الكويت يتقدم بالنتيجه حاليه بهدف مقابل لا شيء. فرانكي الى فيليبي الى فرانكي الى شباك اليرموك الى اول الاهداف بعد مرور نصف هذا الشوط الاول. مرت 10 دقائق و27 ثانيه من احداث هذا الشوط الاول واخيرا ياتي الهدف الاول في هذا الشوط سواء كان للكويت او لليرموك لكنه كان للكويت عن طريق فاكي وحسره هذا الرجل لويس فونسيكا على النتيجه حتى هذه اللحظه. اندرو فارغاس يمر يطالب بخطا غير موجود، يطالب بخطا اندرو فارغاس في الكره الاخيره من امام فرانكلين. الخطا غير موجود في الكره الاخيره لمصلحه اليرموك ولمصلحه اندرو فارغاس. اعتقد انه كان هناك خطا لمصلحه اندرو فارغاس من امام السوبر فرانكلين. سلمان البعيجان، عمر المنصور، علي السيف، عبد العزيز براشد وعبد الوهاب العمر بوغازي. وهنا اندرو برانكيلو مدرب نادي الكويت بطل الدوري في الموسم الماضي وبطل الكاس وينتظر لقاء السوبر امام نادي كاظمة في التاريخ 27 فبراير القادم. كل الجهاز الطبي في نادي اليرموك على سلامة أندرو فارغاس اللي ساقط حاليا على أرضية الملعب بعد التحامه في الكرة الأخيرة مع فرانكلين. وهنا لقطة الهدف من فيليبي لفرانكي لأول الأهداف لمصلحة الكويت للسوبر فرانكلين. هدف للكويت ولا شيء لليرموك. يغادر أندرو فارغاس بداعي الإصابة. هنا الحضور لهذا اللقاء صغار وكبار. كرة قدم الصالات في الكويت والنتائج الرائعة للمنتخب الوطني لوصولنا لبطولة كأس آسيا
لوصافة كأس العرب، لتحقيقنا لبطولة غرب آسيا، لتحقيقنا لذهبية الأولمبياد الخليجية. والله حتى لو أنديتنا شاركت في بطولات القارة الآسيوية اللي توقفت من 4 مواسم، تخيل الكويت يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة قدم الصالات، أنا يعني أقل تقدير الكويت في النهاية، هذا أقل تقدير. نفس الكلام على اليرموك، نفس الكلام على كاظمة، نفس الكلام على العربي، نفس الكلام على القادسية، حتى خيطان صاحب المركز الأخير لو شارك في بطولة دوري أبطال آسيا فأغلى شيء راح يكون موجود بالنهاية. طيب ليش راح يكون حتى خيطان موجود في النهاية؟ لأنه في بطولة غرب، في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة قدم الصالات يمكن أن تضم أي لاعب موجود عندك في الدوري. يعني تخيل مثلا خيطان يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا، يضم الطويل، يضم حمد حياة، يضم البسام، عمر المنصور، حمد العوضي، عبد اللطيف العباسي، مسبحي، خضاري، محمد ماجيكي، الخواري، الهزيم، بشار الظفيري، العجمي، يمكنك ضم أي لاعب للمشاركة الآسيوية. لذلك جميع فرقنا غادرة، وبإذن الله ستعود هذه بطولة دوري أبطال آسيا لكرة قدم الصالات، وبإذن الله أول بطل سيحققها بعد عودتها راح يكون فريق من دورينا بإذن الله. حمد العوضي يلعب تمريرة فيليبي، ولكن كرة فيليبين هو الأخيرة، والتسديدة تطلع إلى خارج أرضية الملعب وترجع من رمية المرمى لمصلحة محمد ماجيكي ولمصلحة نادي اليرموك. حمد يلعب تمريرة ناحية العمران، خطأ على حمد العوضي، خطأ وفاول على حمد العوضي، هذا الفاول الأول على الكويت، بالمقابل فاولين على اليرموك من دون إنذارات في هذا الشوط الأول، لا على اليرموك ولا حتى على الكويت، فاول حاليا لمصلحة اليرموك. نقاش حمد العوضي مع سلطان العنزي الحكم الثاني، عاد للفاول الأخير من حمد العوضي على العمران. ركلة حرة مباشرة حاليا لمصلحة اليرموك، جواو باتيسا على تنفيذ هذه الركلة، جواو يلعب تمريرة العمران، لكن اللي بسبحي عبد الرحمن يتصدى للكرة الأخيرة، وصلت لمحمد ماجيكي إلى باتيسا للعمران. العمران خاطئ تمريرته الأخيرة، تطلع إلى خارج أرضية الملعب، ترجع حاليا من ركلة إدخال لمصلحة الكويت، ترجع من ركلة إدخال لمصلحة الكويت. هذا المسبح اللي استخدمه أندري برانكيلو، تنفيذ البلوك بشكل مميز في الخطأ اللي تم احتسابه لمصلحة اليرموك الطويل. عبد الرحمن إلى فرانكي، لعب تمريرة لحمد العوضي، ترجع بالخلف إلى سوبر فرانكلين للطويل، عبد الرحمن لفرانكلين، فرانكي لمحمد الهزيم، لعب تمريرة طويلة بشكل مميز، لكن محمد ماجيكي بالإمساك في الكرة الأخيرة. الأسد يلعب تمريرة بعد ذلك للخضاري، لعبد العزيز البسام الطويل في إبعاد مميز للكرة الأخيرة، عدها إلى خارج أرضية الملعب. أوه بكير 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 يا لويس، بكير يا فوسيكا، يلعب في الباور مع تبقي 7 دقائق و40 ثانية على نهاية هذا الشوط الأول، بهدف وحيد للكويت ولا شيء لليرموك. اليرموك حاليا بالباور بوجود مساعد الخضاري حمد حياة، باتيسا والعمران، لكن الشامخ الهزيم يتصدى للكرة الأخيرة، ترجع بالخلف لحمد حياة، حمد لجواو، باتيسا بعد ذلك لمساعد الخضاري، إدارة هذا المساعد الخضاري، إدارة واحد النجوم الرائعين في الدوري العام لكرة قدم الصالات، مساعد الخضاري مع حمد حياة، البسام، باتيسا والعمران بحثا عن هدف التعادل في شباك الكويت. مساعد الخضاري لجواو، باتيسا للخضاري، حمد حياة، التمريرة ناحية الخضاري ولكنها صعبة كانت على مساعد، تطلع لخارج أرضية الملعب وترجع الكرة حاليا لمصلحة الكويت بالركلة الإدخال. فوسيكا غير راضي كان على التمريرة الخاطئة الأخيرة في الباور اللي لعبه فريق نادي اليرموك، طلعت الكرة الأخيرة لخارج أرضية الملعب، ترجع حاليا لمصلحة الكويت من ركلة الإدخال. حمد العوضي بالخلف للطويل للعلبان، ناصر مع فرانكي، يلعب تمريرة خاطئة بعد ذلك الخضاري بيبعدها بشكل مميز، وصلت إلى جواو، باتيسا يتغدى في هذه الكرة، تسديدة قوية يا شامخ يا شامخ يا هزيم في إبعاد الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية
الى الركنيه الثانيه لليرموك في هذا الشوط الاول. تهزيده قويه كانت من جواو باتيسا، لا تعطي المساحه، سددها بشكل قوي لكن تصدى بشكل رائع محمد الهزيم وابعدها الى خارج ارضيه الملعب الى اول او ثاني ركنيه لمصلحه اليرموك في هذا الشوط الاول مع تبقي 6 دقائق و50 ثانيه على نهايه هذا الشوط الاول بتقدم الكويت بهدف وحيد ولا شيء لليرموك. باتيسا ولكن هذه المره كرته بعيده تطلع الى خارج ارضيه الملعب الكره الاخيره وترجع حاليا من ركله الادخال لمصلحه الكويت. ترجع من ركله الادخال لمصلحه الكويت. فرانكلين لمحمد الهزيم يلعب تمريره بشكل مميز للعلبان، سلام وكنترول بشكل مميز من العلبان ولكن بعد ذلك طلعت الى خارج ارضيه الملعب غادر محمد الاسد ماجيكي ودخل بديلا عندنا العمران كلاعب باور. يرجع الباور حاليا لمصلحه اليرموك بوجود حمد حياه الخضاري اندرو فارغاس وجواو باتيسا وسليمان العمران. ساعد الخضاري الى باتيسا. الكويت يدافع حاليا بالطويل العوضي فرانكلين علي السيف ومحمد الهزيم في حراسه المرمى. حمد حياه لجواو باتيسا مع الخضاري ترجع الى جواو باتيسا مع الكرة. تبادل التمريرات والاستحواذ حاليا لمصلحة اليرموك بحثا عن هدف التعادل. تمريرة بشكل مميز لمساعد الخضاري بشكل رائع للعمران والله ومرت والله ومرت. الكرة الأخيرة كانت فرصة التعادل لمصلحة العمران ولمصلحة الكويت. تصدي من الهزيم وبعد ذلك ابعادها للكرة الأخيرة من عبد الرحمن الطويل إلى خارج أرضية الملعب. ترجع من الركنية لمصلحة اليرموك بالخلف لمساعد الخضاري مساعد لحمد حياة جواو باتيسا بالكعب الاخضاري مساعد مع اندرو فارغاس رجعت لمصلحة حمد حياة حمد للاخضاري بشكل مميز جواو باتيسا والتعادل جواو مرت يا جواو مرت يا جواو وفرانكلين حاليا ممكن يسجل الهدف الثاني فرانكي لكن تأخر بالكرة الأخيرة وصلت للسيف بشكل مميز لعبد العزيز براشد مرور اول وثاني من براشد بعد ذلك تمريره لعلي السيف من امام اندرو فارغاس يلعب تمريره ولكنها وصلت بعد ذلك سهله لمصلحه محمد ماجيكي ولمصلحه اليرموك. لعب تمريره مع جواو باتيسا يغادر الاسد غادر الاسد هذه المره الثالثه اللي يلعب فيها بالباور. فونسيكا بحثا عن التعادل وفرص اليرموك للامانه ما وصلت الا بعد الباور باستثناء تسديد جواو باتيسا. العمران لمساعد الخضاري باتيسا يبعدها من امامه عبد العزيز براشد الى خارج ارضيه الملعب. ترجع من ركله ادخال لمصلحه اليرموك. ترجع من ركله ادخال لمصلحه اليرموك. فوسيكا وتعليماته لويس اثنين يطلب اثنين من لاعبين فريق فونسيكا لويس. وهنا اندري برانكيلو ودفاع المنطقه على ما اعتقد من نادي الكويت. مساعد الخضاري لحمد حياة وجواو باتيسا واندرو فارغاس والعمران. فارغاس اخطا في الكره الاخيره وصلت للسيف علي يلعب تمريره بعد ذلك براشد ولكن العراب حياة العراب حياة حمد يبعد الكره الاخيره لخارج ارضيه الملعب قبل ان ياتي الهدف الثاني في شباك فريقه يبعدها الى خارج ارضيه الملعب. ترجع حاليا من ركله الادخال لمصلحه الكويت. ترجع من ركلة ادخال لمصلحة الكويت مع تبقي 4 دقائق و45 ثانية فقط على نهاية هذا الشوط الأول من لقاء الكويت باليرموك. 4 دقائق و45 ثانية متبقية بهدف وحيد للكويت سجله فرانكلين ولا شيء لليرموك. من ركلة ادخال الطويل عبد الرحمن يلعب تمريرة صدت بأندرو فارغاس وصلت لحياة حمد يلعبها بشكل مميز أندرو ولكن خروج كذلك بشكل رائع كان من محمد الهزيم وابعاد الكره الاخيره الى خارج ارضيه الملعب. ترجع حاليا من ركله ادخال لمصلحه اليرموك ويرجع الباور لليرموك. يرجع الباور لمصلحه اليرموك. حمد حياه لمساعد الخضاري مع جواو باتيسا جواو لحمد حياه مع مساعد الخضاري يلعب تمريره لمساعد رجعت لحمد. العراب يلعبها بعد ذلك للعمران سليمان ينجح بالمرور بعد ذلك يلعب الكره العرضيه ولكن خارج ارضيه الملعب مر في الكره الاخيره سليمان العمران طلعت الى خارج ارضيه الملعب ورجعت لمصلحه الكويت من ركله ادخال فرانكي المسبحي عبد الرحمن ساقط على ارضيه الملعب الف لا باس علي السيف
الى فرانكلين فيليبينهو. فرانكي يلعب التمريره وصلت لبراشد عبد العزيز والاسد الاسد محمد ماجيكي يبغى النتيجه على حالها بهدف وحيد فقط لمصلحه الكويت ولا شيء لليرموك. هدف وحيد للكويت ولا شيء لليرموك. فاولين على اليرموك فاول على الكويت. 4 دقائق و4 ثواني متبقيه على نهايه هذا الشوط الاول. الكويت حاليا بفرانكلين فيليبين هو ناصر العلبان وعبد الرحمن الطويل ومحمد الهزيم بالمقابل لليرموك بمحمد ماجيكي جواو باتيسا مساعد الخضاري اندرو فارغاس والعراب كابتن الفريق حمد حيات. من الركنية حاليا لمصلحة الكويت الطويل عبد الرحمن المارشي يلعب تبريرة للعلبان ولكن كرة ناصر القوية تطلع إلى خارج أرضية الملعب وترجع حاليا من رمية المرمى لمصلحة اليرموك. ترجع من رمية المرمى لمصلحة اليرموك. محمد ماجيكي يلعب تبريرة ناحية جراح الناصر لكن استلم الكرة الأخيرة من خارج أرضية الملعب جراح. لاعب العرب السابق استقطب اليرموك في هذا الميركاتو الشتوي مثل ما استقطب العربي كذلك ناصر القلاف وغارسيا البرتغالي كمحترف ثالث في الفريق. تسديده من الطويل عبد الرحمن ولكنها بعيده الى خارج ارضيه الملعب. كذلك السالميه اتى بعيسى الكندري كحارس مرمى للفريق. نصر لم ياتي باحد. خيطان اتى باكبر ناظم وعلي كمحترفين للفريق. التضامن اتى بمحترفين اثنين التون ولوكاس. قادسية لم ياتي باحد حتى هذه اللحظه. اندرو فارغاس يمر بشكل مميز. اندرو مره اولى وثانيه وثالثه اندرو ولكن بعد ذلك ناصر العلبان في ابعاد الكره الاخيره الى خارج ارضيه الملعب الى الركنيه الثالثه لمصلحه اليرموك. ترجع من الركنيه الثالثه لمصلحه اليرموك. والان الوقت المستقطع يطلب لويس فونسيكا مدرب نادي الكويت او مدرب نادي اليرموك كان في الكويت لويس فونسيكا عباره عن دقيقه بعد انتهاء باذن الله سيكمل التعليق على هذا الشوط الاول المتبقي عليه 3 دقائق و6 ثواني بتقدم الكويت بهدف وحيد امام اليرموك اللي ما سجل حتى هذه اللحظه. إذن انتهت الدقيقة الوقت مستقطع اللي طلبها لويس فونسيكا مدرب نادي اليرموك أعطى تعليماته لتنفيذ هذه الركنية بحثا عن هدف التعادل لفريق اليرموك قبل نهاية هذا الشوط المتبقي عليه 3 دقائق و6 ثواني من الركنية. ترجع الكرة حاليا لمصلحة اليرموك. حمد حياة يلعب التمريرة بشكل مميز للعمران ولكن تسديدة سليمان العمران بعيدة تطلع إلى خارج أرضية الملعب وترجع الكرة حاليا للمحاولة لمصلحة الكويت عن طريق عبد الرحمن الطويل إلى السوبر فرانكي عمر المنصور للطويل عبد الرحمن العمران لمحمد ماجيكي يلعب تمريرة لكنها مرت من الخضاري ومرت من باتيسا رجعت بالخلف لفرانكلين يلعب تمريرة بالخلف لحارس مرمى محمد الهزيم عنده مساحة محمد الهزيم يلعب تمريرة بشكل مميز بعد ذلك لناصر العلبان من أمام فارغاس تزيد ولكنها صدت بناصر العلبان وطلعت بعد ذلك الى خارج ارضيه الملعب. ترجع حاليا من ركله الادخال لمصلحه الكويت للطويل عبد الرحمن مع فيليبي مر بشكل مميز يلعب تمريره الى فرانكلين فرانكي على الشمال للعلبان ترجع لفرانكلين يرجع للاستحواذ لمصلحه الكويت والهزيم امام المساحه محمد يلعب تمريره بشكل مميز الى السوبر فرانكلين فيليبينهو طويل يرموك يدافع بالبسام العمران فارغاس وباتيسا وحراسة المرمى ماجيكي اللي تصدى بشكل مميز للكعب الأخير اللي كان من فيليبينهو كعب من فيليبينهو تصدي خامس أو سادس لمحمد ماجيكي في هذا الشوط الأول
الكرة الأخيرة هذا الفلبين هو اللي حب يباغت محمد ماجيكي بالكعب في الكرة الأخيرة ذاك تصدى لها محمد وأبعدها إلى خارج أرضية الملعب طويل إلى فيليبي مرت الكرة الأخيرة من فيليبي سددها من خارج أرضية الملعب تطلع لخارج أرضية الملعب حاليا ترجع لمصلحة اليرموك من ركلة إدخال مع تبقي دقيقة وأربعين ثانية جواو باتيسا للأسد ماجيكي مع الناصر جراح يمر بشكل مميز في الكرة الأخيرة جراح لكن يبعدها بعد ذلك من أمامه فرانكي إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة إدخال لمصلحة اليرموك اللي يبحث عن هدف تعادل قبل نهاية هذا الشوط الأول هنا أندريه برانكيلو مع عبد العزيز البسام اثنين كانوا مع المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا الأخيرة أندريه برانكيلو اللي كان مساعد للمدرب ريكاردو كاكاو طالب بخطأ عبد العزيز البسام في الكرة الأخيرة لكن غير موجود الخطأ للبسام ضاعت الكرة الأخيرة على البسام ورجعت لمصلحة الكويت من ركلة إدخال لم يشرك في هذا الشوط الأول طلال كميل ومساعد المطيري وفواز الراشد وأحمد لسهلي كذلك لويس فونسيكا فيليبينهو لذلك طلعت ترجع لليرموك قد تكون فرصة التعادل لليرموك لكن وقف الباور وقف الباور لويس فونسيكا استعمله وقت ما كان متبقي على هذا الشوط الأول سبع دقائق وخمسة واربعين ثانية تسلل البسام أندرو فارغاس فارغاس من أمام الطويل يلعب تبريرة بعد ذلك الأجواو باتيسا من أمام العلبان يلعب تبريرة لمصلحة جراح الناصر يريح البسام حاليا ويريح الأخضاري ويريح العمران لويس فونسيكا باتيسا جواو يمر بشكل مميز جواو باتيسا يطالب بخطأ موجود يطالب بخطأ موجود وبطاقة صفراء وإنذار على فيليبينهو بطاقة صفراء وإنذار على فيليبينهو فاولين على الكويت وفاولين على اليرموك وبطاقة صفراء وحيدة وإنذار وحيد في هذا الشوط الأول حتى هذه اللحظة كان على فيليبينهو بعد المرور بشكل مميز من باتيسا من أمام ناصر العلبان شوف المرور بشكل مميز من بين الأقدام مرة أولى وثانية من أمام فيليبي لكن فيليبي ارتكب الخطأ والمخالفة في الكرة الأخيرة على جواو باتيسا حاليا ركلة حرة مباشرة لمصلحة اليرموك الركلة الحرة المباشرة حاليا لمصلحة اليرموك وعلى تنفيذها العراب كابتن اليرموك حمد حياة بانتظار صافرة الصراف تأتي صافرة الصراف والعراب حمد يتغدى في هذه الكرة حياة ولكن الشامخ الهزيم يتصدى للكرة الأخيرة تطلع لخارج أرضية الملعب العرضية ولكنها تبعد كذلك من فرانكلين إلى خارج أرضية الملعب وترجع لمصلحة اليرموك من ركلة الإدخال ترجع لليرموك من ركلة إدخال حياة لجواو باتيسا فارغاس الخضاري إلى باتيسا تبادل التبريرات بشكل مميز بعد ذلك وصلت لحياة حمد يلعب تمريره ناحيه فارغاس ولكن اخطا الهزيم في ابعاد الكره الاخيره ترجع حاليا من ركنيه خامسه لليرموك في هذا الشوط الاول الركنيه الخامسه حاليا لمصلحه اليرموك في هذا الشوط الاول واندرو فارغاس هو اللي راح ينفذ هذه الركنيه لمصلحه فريق اليرموك اندرو فارغاس يلعب العرضيه ولكنها مرت من امام حمد حيات قويه كانت كره اندرو فارغاس تطلع لخارج ارضيه الملعب وترجع من ركله ادخال لمصلحه الكويت ترجع من ركلة إدخال لمصلحة الكويت فرانكي سقط فيليبينهو ترجع الكرة لمصلحة اليرموك مع تبقي 20 ثانية اللي سجل اليرموك هدف تعادل قبل نهاية هذه العشرين ثانية الأخيرة على هذا الشوط الأول حياة باتيسا لحياة بالكعب بشكل مميز لمساعد الأخضاري مساعد الأخضاري 10 ثواني مساعد لأندرو فارغاس لحياة بشكل مميز حمد حياة ينجح بالمرور تسديده من حمد ولكنها بعيدة كرة حمد حياة تطلع إلى خارج أرضية الملعب وترجع الكرة حاليا لمصلحة الكويت من رمية المرمى ترجع للكويت من رمية المرمى هزيم للطويل بانتظار نهاية هذا الشوط الأول نعم تأتي الصافرة بتقدم الكويت بهدف وحيد مقابل لا شيء أمام اليرموك نرجع حاليا بالصوت والصورة للزميل مطلق العجمي وضيوف الكرام في الاستديو التحليلي مطلق تفضل صوت والصورة معك
رجعنا لكم اعزائي المشاهدين عقب ما انتهى الشوط الاول. نشكر معلقنا فهد العتيبي على تعليق مجريات الشوط الاول اللي انتهى من صالح نادي الكويت كابتن احمد كابتن مبارك 1-0، لكن شفنا كل احداثيات لعبه الصاله من الفريقين. بالبدايه شفنا احنا مباراه يعني صعبه تكتيكيا على الفريقين، شفنا الفريقين يضغطون على بعض. صحيح. شفنا ان الكويت خروجه من الضغط عن طريق التمرير وتحرك اللاعبين، شفنا نادي اليرموك يلعب باسلوب ثاني. صحيح. انه خروجه من الضغط انه بعمليه البلوك اللاعب انه يسوي لما يكونون لاعبين، اللاعب اللي معاه الكره اي لاعب يسوي بلوك. صحيح. على اللاعب اللي وياه عشان يفضى ويروح بدون كره. فشفنا تنويع ايضا في خروج من الضغط من اليرموك ومن نادي الكويت. الكويت كان يلعب على اللاين ويلعب في المنتصف اذا صار في عنده اكثر من حل. نادي اليرموك كان عنده حلول انه مثلا يلعب بالباور. ايضا شفنا بدايه اليرموك بدايه كتشكيله المحترفين ومساعد الخضاري وسليمان العمران، بعدها شفنا خروج المحترف فارقاس ودخول حمد حيات وعبد العزيز البسام وجراح. صحيح. فيبين لك ان المدرب كان مجهز تشكيلتين، تشكيله خبره وتشكيله شباب. بعد التشكيلتين هذا الجول كابتن احمد كابتن مبارك شوف اي هذا الجول اللي كان بين فيليبو وش اسمه وفرانكلين. لما شفنا هذا انت تتكلم عن الهدف قبل لا اتكلم عن الهدف بس بشكل سريع انا ابين لك ان المدربين شلون محضرين حق المباراه. صحيح. بعد صحيح. 10 دقائق ونص ما في اي اخطاء لا فرديه ولا جماعيه للفريقين. اضافه الى هذا الخطا الوحيد اللي حصل لما تي على الهدف تقدر تقول انه يعني بشكل بغفله يعني. صحيح. صار الهدف. صحيح. واستفاد منه نادي الكويت. يعني كان ماجيكي كان بامكانه انه يرجع خطوتين. مو بس ماجيكي انت تتكلم كان الخطا بشكل عام فارقاس من البدايه. اي من البدايه. صح. تمركز. صح. نادي وما سوى فاول اليرموك. المفروض كان يسوي فاول على اللعبه هذه. لا زياده على هذا انا بضيف لك شغله، ممكن لاعبين اليرموك لعبوا سبع لاعبين بدايه المباراه يعني الشوط كله. لاعبين الكويت لعبوا 9 لاعبين. صحيح. ممكن يسبب عليهم إرهاب. تعب. اضافه الى هذا التايم اوت بالنسبه. صحيح. لنادي الكويت ما شفنا تايم اوت نادي ما الكويت. في تايم اوت. نعم. شفنا تايم اوت واحد حق نادي اليرموك متى اخر 3 دقائق. ويمكن نادي الكويت متعمد انه ما يبي ياخذ تايم اوت لمباراه من صالحه عشان لا يرتاحون لاعبين اليرموك. كابتن مبارك نفس ما تفضل الكابتن احمد، انا يعني التايم ما خذا نادي الكويت لان كان تبديلاته نفس ما تفضلتوا 9 لاعبين ما يحتاج تايم. لا انا 100% ما يحتاج. ليش ما يحتاج؟ اليوم انت لما تاخذ تايم اوت تكون يا تبي تريح ربعك او تبي تعطي ربعك مثلا طريقه جديده يلعبون فيها. لكن بالطريقه اللي كانوا يلعبون فيها نادي الكويت ما كان يحتاج تايم اوت لانه هو قاعد يغير لاعبين على طول. يمكن ما تفضل بسعود 9 لاعبين. زائد في نقطه مهمه يمكن لاحظتوها ان لما نادي اليرموك لعبوا باور بلاير تشكيله دفاعيه من تصير الكره مع. صح. نادي الكويت تحول حق تشكيله هجوميه. فقاعد نشوف مثلا الطويل ويا حمد العوضي قاعد ينزلون بالتشكيله الهجوميه. براشد عبد العزيز براشد وعمر منصور ينزلون بالتشكيله الدفاعيه فما يحتاج باور. زائد ان الباور بالنسبه لي اللي راح يستفيد منه بالوقت هذا او بالشوط هذا راح يستفيد منه اليرموك اكثر من الكويت. ليش؟ لان الكويت مسيطر على المباراه. انا بقول لكم مسيطر مو معناته الكرويه، لا مسيطر على الوضع. ما في كور خطره عليه بالباور، ما في كور خطره عليه. مثل ما تفضل بسعود المباراه ما كان فيها اخطاء. المباراه كانت يعني خلينا نقول تكتيك عالي من الفريقين. صحيح. الفريق يعني اليوم المباراه الفريق الاقل اخطاء هو اللي راح يفوز. صحيح. وهذا اللي صار. نادي الكويت ما كان عنده اي خطا اليوم خصوصا في ملعبه خروج من الضغط. قاعد يطلعون من الضغط باريحيه. يمكن اليوم انا لاحظت نقطه مهمه. منو؟ نادي الكويت. الكويت كان دائما في المباراه السابقه يعتمد على حمد العوضي بالبيفوت اللي وين بنص الملعب. اليوم حمد العوضي ما شفناه بالحاله هذه، معناته انهم عارفين انه مثلا ممكن ان قاريها اليرموك او شغل او يعني من الامور هذه. صحيح. فاليوم ابتعد عن البيفوت، واذا استلم حمد العوضي قاعد يستلم مناطق نص الملعب، لا مناطق بعيده يعني بعيده على الخطر. داخل يعني داخل الملعب لو تنقص من الكره انه في مجال ان اللاعبين يغطون يضغطون عليه. زائد ان الاهم نقطه اللي هي 9 لاعبين بسبع لاعبين. ترى اليوم لما تقول 9-7 يعني معناته زياده لاعبين. اللاعبين هذيلا وايد يفرقون وايد يفرقون كلياقه بدنيه بنهايه المباراه. بالنسبه يعني حق الهدف احنا نقول الهدف يعني من بدايته يعني هل يعيدون الاخوان عندنا يعني شو تفضل الكابتن احمد قاعد تشوف تمرير من جواو ايوه الى العمران لكن
ما استقبلها، لكن شوف التمرير على طول من لمسة واحدة. نعم. حق فرانكلين. نعم. ما قطعها ومثلا شتتها او مثلا يعني على طول لعبها حق فرانكلين. يعني حتى المحترف اليرموك شوفه، يعني لو تنعاد بعد من اول تشوف محترف اليرموك ما رجع. لا حاول انه يرجع لكن ما قدر. حتى هو حاول يضيق على فرانكلين لكن ما قدر. لكن في شغله مهمه لو تلاحظها بالجول بالشوط الاول. نعم. بالشوط الاول بشكل عام الفريقين لعبوا بمحترف واحد. صحيح. فما كان عندهم مشكله، وهذا يحسب للاعب الكويتي انه عنده ثقه بنفسه، وهذه شغله وايد زينه لازم تكون موجوده عند كل. وانا اشكر هم الطاقم الفني وطاقم الاداري، طاقم الفني والاداري قاعد يشاركون لاعبيننا في هالمباريات، يعطي دافع ان الاسبوع الجاي في منتخب. اي هذا شيء جميل. انت لما تتكلم الطاقم الفني والطاقم الاداري، لما اذا ما يشوف عندك ثقه انت بنفسك كلاعب ما راح يلعب. صح. بالنهايه انا ابي الفوز، ابي الاداء. فلما يلعب بالطريقه هذه ان محترفين يلعب مثلا لعبوا جواو بروحه، مره لعب فارغاس بروحه. نعم. مره لعب فيليبو بروحه. صحيح. مره لعب فرانكلين بروحه. نعم. فهذا يعطيك حلول اكثر بالنسبه للاعبين الكويتيين، وهذا شيء انا بالنسبه لي مميز. قاعد الاحظ كابتن مبارك، كابتن احمد، اكثر الفرق بالقسم الثاني قاعد تلعب محترف واحد، يعني تحسبا لطرد محترف او اصابه محترف على الاقل لاعب الكويتيين. هذا اللي انا قاعد احس فيه كابتن مبارك. اليوم يمكن مشعل اذا تشوف جدول الترتيب. نعم. يمكن الخمس فرق اللي فوق اللي هم الكويت والسالمي واليرموك. نعم. العربي كاظمه. نعم. يعني خلينا نقول ضمنوا انهم تاهلهم للبلاي اوف. فانا اليوم ما عندي مشكله لما ابدي اعود اللاعب على الحاله هذه. ليش؟ لان انا ممكن بالمرحله نفس اللي شفنا امس كاظمه. شفنا كاظمه. نعم. امس غير محترف، وما شفنا يعني أي خطأ. ما شفنا اي خلل بالفريق. نعم. نعم. فهذه امور لازم تكون حسبان المدرب. نعم. لازم انا اكون عامل حسابي حق كل صغيره وكبيره. وبعد ذلك. نعم. مش على بضيف نقطه على الهدف. هدف الكويت انا رايي انه ما كان في تواصل بين حارس المرمى. صحيح. والمدافعين الاثنين اللي جواو ويا حمد حات. ليش؟ لما الهدف كان 2-2، لكن لو في كان تواصل كان ممكن الحاله الدفاعيه تكون افضل. شفنا كل اللاعبين راحوا حق فرانكلين. انت طالما ذكرت الحارس الماجيكي، شوف الهزيم قاعد يوجه لاعبينه. ماجيكي مرات يتكلم مرات ما يتكلم. شوف هذا الفرق بين احنا نقول عامل الخبره. لا بس الهدف انا بالنسبه لي اليوم احنا بصالات. نعم. الحارس المرمى بالحاله الدفاعيه تحسبه كانه مدافع. يعني مدافع. نقول. نعم. الهجمه. نعم. 3 من اليرموك، 2 على الكويت. لكن لو كان في تواصل ما شفنا 2 مدافعين. نعم. اندفعوا على فرانكلين. بعدين. صحيح. نفس المدافعين اندفعوا على منو؟ خلوا. نعم. فرانكلين اندفعوا على فيليبي. نعم. فلو كان في تواصل. نعم. ما اتوقع ان الهدف هذا ممكن انه يتسجل. كابتن احمد، يعني الحراس احنا بدايه الاستديو ما سولفنا، لكن الحراس شفناهم بالمباراه يمكن خبره الهزيم اكثر من كانت ماجيك. اكيد طبعا. نعم. بس انت تتكلم عن الحراس كلهم لهم دور يعني. نعم. وغلطه بسيطه يعني انا اشوف انه ما يتحملها ماجيكي يعني بروحه، يتحملونها الحراس بشكل عام يعني الفريق بشكل عام. يعني غلط من جواو، بعدين سليمان العمران اللي ما استلمها بعدها الى مساعد. نعم. الخضاري اللي مثلا ما غطى جواو. نعم. وما كمل. فانت تتكلم مو غلطه واحده. صح. اللي يتحملها الحارس فقط. انا ما احمل ماجيكي بروحه، لكن انت تتكلم عن الحراس بشكل عام. الحراس لا لهم دور كبير بالمباراة. صحيح. ولازم انه هو ممكن الحارس الشوط الثاني ماجيكي. نعم. هو يتوفق وممكن يرجع فريقه حق المباراة. يعني احنا شوف احنا بالبدايه كان يعني ما يعني من كثر ما سولفنا عن مهم يعني المباراة مهمه اليرموك والكويت، يعني حتى وصلنا للحراس وما مدامنا حتى نكمل عن الحراس. لكن دور الحراس بالشوط الثاني كابتن مبارك، اللاعبين دشوا يعني الحين دور الحراس طبعا 100%، خصوصا الحين الهزيم بالنسبه لي انا الحين من اللي شفناه بنهايه الشوط الاول. نعم. انه ممكن الحين اليرموك يستمر بالباور بلاير على حسب مدريات الشوط. نعم. الباور بلاير تحتاج حارس المرمى انه هو اللي يوجه الفريق. نعم. توجيه الفريق مهم طبعا بوجود المدرب يوجه، لكن الحارس هو اللي شايف الملعب عدل. صحيح. زاد ان انا بالنسبه لي نقطه توجيه الحارس وما هو يتكلم هذا يخلي الحارس مركز طول المباراه. نعم. انت اليوم لما تكون ساكت غير لما تكون قاعد تتكلم. صحيح. فانا بالنسبه لي يمكن مثل ما ذكر سعود ماجيكي ما يتحمل هدف. نعم. كان قاعد يوجه الهزيم نفس الشيء. الحراس اثنين صراحه على المستوى. نعم. ولكن دورهم كبير. يمكن ماجيكي شفناه في 4 أو 5 مباريات في القسم الاول. صحيح. كانوا هو نجم الجولات. نعم. مباراة صعبة ما تقدر تتوقع أي شيء منها. صعبة كابتن أحمد؟ صعبة الشوط الثاني راح تشوف. أنا أتوقع المدربين حتى
يعني مو فاتحين الملعب الشوط الاول وايد لان يدرون ان الشوط الثاني حتى التمريرات فيها دقه صارت لا الشوط الثاني راح يكون لياقيا تكتيكيا ذهنيا يعني الامور هذه راح تفرق لكن الباور بالنسبه حق نادي اليرموك اتوقع انه يحتاج لما لعب باور لعب بدون فارقاس الله يعين الحكام والله لاعب الشمال لعب بدون فارقاس انت تحتاج لاعبين شمال بالباور وكان جواو آخر لاعب. اخر لاعب فما كان عنده لاعبين ناحيه اليمين انه يكون عنده خيارات كان كله يلعب بس جهه واحده والمباراه كانت سريعه يعني حتى الحكام الله يعينهم الحكام صحيح. الله يعينهم يعني قاعد نشوف يعني الحكام يعني مجهود بدني عالي قاعد 100% المباراه سريعه مباراه قويه مباراه قليله الاخطاء في نقطة اللي قاعد يحصل بالملعب يعني ما في يمكن بين اللاعبين تشوف حتى اللاعبين متعاونين مع الحكام صحيح شفنا صحيح فرانكلين شفنا في كرة يمكن كانت ممكن فاول شفنا اللاعبين ما في احتجازات كثيرة ما في احتجازات كثيرة في تعاون وهذا يعطيك دلالة ان اللاعبين مركزين بالمباراة ما يبون يطلعون برا المباراة بالتركيز على الحكام كابتن احمد صعب الشوط الاول صعب الشوط الثاني صعبة المباراة صعبة لأن أنا اللي أشوفه يعني ما تتوقع يعني ترى مبارك يتوقع عادي لا أنا ما أنا أمس أنا خذيت مكانه ترى لا يعني كابتن محمد أمشي يقول لي يقول أنت ماخذ مكان مبارك إي لا ما يصير ما مو ما يصير أتوقع أنت بس بالصلاة ما تتوقع الصلاة كل يعني الثواني تغير مو دقائق يعني ممكن الملاعب الكبيرة تقول والله كرة القدم تقول أنه والله كل خمس دقائق بس هني بالصلاة ممكن كل هجمة تغير الحسبه فريق يلعب باور خمسه فاول ينطرد لاعب يتوقف ينطرد حارس ما تدري شنو الظروف فصعبه المباراه الشوط الثاني خصوصا يعني اليرموك يبي ما يبي الخساره على الاقل لو يفكر بالتعادل ممكن انه يكون مناسب له يمكن وجهه نظر المدرب تكون كذي ابو مساعد يسلم عليكم مر علينا فوق ويسلم عليكم كابتن مبارك ابي توقع كان متعود عليك بالتوقع توقعي شوف انا بقول ان شاء الله اتوقع ان المدرب اليرموك راح يلعب باور بلاير على حسب تطبيق باور بلاير اذا كان تطبيق باور بلاير ممتاز ممكن اليرموك يرجع المباراه لكن بالمقابل اذا ما كان ممتاز ممكن الكويت يسجل خصوصا الكويت عنده تشكيلتين في حاله الباور تشكيله دفاعيه هجوميه فاتوقع المباراه يعني تعتمد بشكل كبير على طريقه نادي اليرموك بالباور بلاير يعني كمدربين يعني مدرب نادي الكويت ما راح يغير لا ما راح يغير بالعكس اسلوبه ناجح ليش يغيره؟ ماشي بالطريقه هذه بالشوط الاول ما في كره خطره عليه يعني ما اذكر ان في كره صعبه كانت على محمد الهجمه وعلى مدافعين نادي الكويت. شكرا لك كابتن مبارك، شكرا لك كابتن احمد لكن انا اقول لكم الشوط الثاني يا زميلي في اثاره جميله جدا واتوقع توقع صعب يمكن اليرموك ياخذ مباراه من الكويت، صوت وصوره لك زميلي فهد العتيبي. الجوهر وضيوف الكرام في الاستديو التحليلي عوده مجدده لاحداث الشوط الثاني من لقاء الكويت بل يرموك شوط اول انتهى بتقدم الكويت بهدف وحيد سجله سوبر فرانكي مقابل لا شيء لمصلحه اليرموك اللي يحاول بعدين استخدم الباور لويس فوسي كمدرب اليرموك في اكثر من مناسبه في الشوط الاول لكن بغت النتيجه على حالها وكذلك تالق محمد ماجيكي في حرمان الكويت من تسجيل الهدف الثاني فيليبي حاول في الكره الاخيره لكن ابعدها من امام مساعد الإخضاري اليرموك يدخل هذا الشوط الثاني بزي المعتاد الكحلي على شمال الشاشة بمحمد ماجيكي في حراسة المرمى أندرو فارغاس جواو باتيستا مساعد الإخضاري وسليمان العمران بالمقابل الكويت بمحمد الهزيم في حراسة المرمى فرانكلين فيليبين هو عبد الرحمن الطويل وحمد العوضي حكم هذا اللقاء الحكم الأول عزيز الصراف والحكم الثاني سلطان العنزي والحكم الثالث فواز الكندري والميقاتي تحرير المجبل كرة أخيرة طلعت إلى خارج أرضية الماء ترجع حاليا لمصلحة الكويت من ركلة الإدخال للسوبر فرانكلين صاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء حتى هذه اللحظة تسديدة من عبد الرحمن ولكنها بعيدة كرة الطويل المارشا سدد الكرة الأخيرة لكنها بعيدة طلعت إلى خارج أرضية الملعب ترجع من رمية المرمى لمصلحة اليرموك تمريرة لكن تبعد بعد ذلك وصلت إلى فرانكلين يتقدم في هذه الكرة والمحاولة لمصلحة الكويت يلعب كرة عرضية فيليبي ولكن إلى خارج أرضية الملعب الكرة الأخيرة تطلع ترجع حاليا لمصلحة اليرموك من ركلة الإدخال ترجع لمصلحة اليرموك من ركلة الإدخال عرضية فرانكلين صدت بفيليبي سقط بعد ذلك على أرضية الملعب فرانكلين بداعي الإصابة الفلابات للبرازيل السوبر فرانكلين
احد ابرز المحترفين في هذا الموسم رفقة بورخا دياز محترف العربي الاسباني. لاعبين نادي الكويت الشباب بقياده اداريهم مشعل الحمر متابعه هذا اللقاء. كذلك موجودين لاعبي تضامن ومدربهم جيرار مورينو اللي عندهم لقاء بعد هذا اللقاء. تضامن يلتقي بالسالميه. بالامس خيطان حقق اول انتصار له في هذا الموسم على نادي الغاتسيه بستة اهداف لثلاثه، وكذلك انتصر كاظمه من غير محترفين الاثنين على العربي بمحترفين الاثنين ماركو وبرخا دياز بستة اهداف لهدفين. بقى العربي على 21 نقطة واصبح لدى كاظمه 22 نقطة، اليرموك 22 نقطة، 24 او 23 نقطة لنادي السلمية. انتصار اليرموك اليوم يعني وصوله للمركز الثاني ب 25 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن نادي الكويت. انتصار الكويت يعني وصوله للنقطة 31 راح يتعدى حاجز ال 20 نقطة ويصل للنقطة 31، وبذلك يضمن المركز الأول، وإن لم يكن المركز الأول على أقل تقدير راح يضمن المركز الثاني بوصوله للسيمي فاينل في البلاي أوف مباشرة. مساعد الأخضر الكرة الأخيرة كانت صعبة عليه، طلعت إلى خارج أرضية الملعب، ترجع حاليا من ركلة الإدخال لمصلحة الكويت لفرانكلين. فرانكلين إلى فيليبي، فيليبي هو مع فرانكي، فرانكلين ضغط عالي من مساعد الأخضاري ومن العمران. سليمان بعد الكرة الأخيرة لخارج أرضية الملعب، طلعت ورجعت الكرة حاليا لمصلحة الكويت من ركلة الإدخال. الشوط الثاني يبدأ برتم بطيء على عكس الشوط الأول ما بين الكويت واليرموك. فيليبي إلى سوبر فرانكي، يلعب تمريرة بعد ذلك من خلف لحمد العوضي، العوضي وصلها إلى فرانكلين. حاليا المحاولة لمصلحة الكويت، فرانكلين إلى فيليبي، مر بشكل مميز من أمام سعد الأخضر، يلعب تمريرة كذلك للطويل بعد ذلك العوضي، ولكن كرة حمد إلى خارج أرضية الملعب. أول فرصة خطيرة للكويت في هذا الشوط الثاني. الفرصة الأولى الخطيرة لمصلحة الكويت في هذا الشوط الثاني. جواو باتيسا يلعب تمريرة خاطئة، وصلت بعد ذلك لمحمد الهزيم للطويل عبد الرحمن. في الجولة الماضية أمام نادي كاظمة بالانتصار بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. حمد العوضي إلى فيليبي للطويل، عبد الرحمن يرجع تمريرة بعد ذلك وصلت بالخلف لفرانكلين للعوضي، رجعت للسوبر فرانكي، يمر بشكل مميز فرانكلين من أمام العمران، هي الكرة لمصلحته مرة أولى وثانية وثالثة بعد ذلك، ولكن باتيسا جواو في إبعاد الكرة الأخيرة من خط المرمى قبل أن يأتي الهدف الثاني في شباك فريق فيليبينو. لفرانكلين يلعب تمريرة بشكل مميز للطويل عبد الرحمن، السلام خاطئ من عبد الرحمن في الكرة الأخيرة. أندرو فارغاس مر بشكل مميز من أمام الطويل وصلت لجواو، باتيسا بالخلف إلى أندرو فارغاس لسليمان، العمران من أمام الطويل يمر بشكل مميز العمران، ولكن من خارج أرضية الملعب كرة سليمان العمران ترجع لمصلحة الكويت من ركلة الإدخال. ترجع لمصلحة الكويت من ركلة الإدخال، هذه عادة الفرصة الأخيرة اللي كانت من حمد العوضي والتسديدة اللي طلعت إلى خارج أرضية الملعب. حاليا عيسى السيد وعزيز الصراف من حكام النخبة وتم اختيارهم كذلك ضمن النخبة لبطولة كأس العالم القادمة في أوزباكستان، وبإذن الله كذلك يمثلون حكام الكويتية كذلك حتى في بطولة آسيا القادمة. الأسد ماجيك يتصدى للكرة الأخيرة، كذلك تم اختيار عزيز أمان ضمن حكام بطولة كأس العالم للشواطئ. عندك ثلاث حكام راح يمثلونا في كأس العالم ما بين الشواطئ والصالات، عيسى السيد، عزيز الصراف وعزيز أمان. أخيرة محاولة ولكنها طلعت إلى خارج أرضية الملعب. ترجع حاليا لمصلحة الكويت الطويل لفرانكي، فرانكي اللي حمد العوضي. 16 دقيقة و54 ثانية متبقية على نهاية هذا الشوط الثاني واللقاء بشكل عام ما بين الكويت واليرموك، بتقدم الكويت بهدف واحد سجله منذ الشوط الأول. فرانكي لمصلحة فريقه ولا شيء لمصلحة اليرموك. أندرو فارغاس يلعب تمريرة خاطئة، أندرو فارغاس وصلت إلى فيليبي، ينجح بالمرور مرة أولى وثانية فيليبي، بعد ذلك الخطأ يحتسب لمصلحة فيليبينو، هو بطاقة صفراء وإنذار كذلك راح تكون على جواو. باتيسا العائد من الإصابة بعد ثلاث إلى أربع جولات ماضية لم يشارك فيها جواو باتيسا مع فريقه نادي اليرموك، وترك العبء الكبير على أندرو فارغاس، لكن عاد في هذا اللقاء امام نادي الكويت وارتكب هذا الخطا من امام فيليبينو. فيليبينو عنده انذار في الشوط الاول، وجواو باتيسا عنده انذار في الشوط الثاني، والخطا حاليا والركله الحره المباشره لمصلحه الكويت. جواو
وتسعة من اليرموك انذار، وفيلبينهم الكويت انذار. شوط ثاني فاول وحيد فقط على اليرموك ولا فاول على الكويت. 16 دقيقة و 32 ثانية متبقية على نهاية هذا اللقاء. هدف وحيد للكويت سجله فرانكي ولا شيء لمصلحة اليرموك. ركلة الحرة حاليا لمصلحة الكويت. فرانكلين يلعب تبرير للطويل تعزيزه من عبد الرحمن ولكنها صدت. الكرة الأخيرة بجوابها تسعة وطلعت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية لمصلحة الكويت. ترجع من الركنية لمصلحة الكويت. 17 هدف بالأمس. لقاء أول ما بين كاظمة والعربي. 8 أهداف، 6 لكاظمة واثنين للعربي. 6-3 للقادسية على خيطان. 9 أهداف. اليوم هدف وحيد حتى هذه اللحظة فقط سجل فرانكي. يعني 18 هدف في 3 لقاءات حتى هذه اللحظة متبقي. 16 دقيقة و 28 ثانية لا ومتبقي كذلك لقاء ما بين السالمية والتضامن في ختام لقاءات هذه الجولة. فرانكي يلعب تمريرة لحمد العوضي بالخلف. يلعب تمريرة إلى فرانكلين لمحمد الهزيم بشكل مميز. لعب الكرة الأخيرة لكن جراح الناصر عدها من أمام الطويل ومن أمام فيلبين هو تطلع لخارج أرضية الملعب وترجع حاليا من ركلة إدخال لمصلحة اليرموك. جراح الناصر لجواو وتستمع حياة حمد ينجح بالمرور مرة أولى وثانية لكن بعد ذلك تبعد الكرة الأخيرة من أمامه عن طريق فرانكلين. صدت محمد حياة وطلعت إلى خارج أرضية الملعب وترجع حاليا من ركلة لإدخال لمصلحة الكويت. شوط ثاني متحفظ حتى هذه اللحظة ما بين الكويت واليرموك. فرصة وحيدة كانت لمصلحة الكويت من حمد العوضي ولا فرصة لليرموك حتى هذه اللحظة. ناصر العلبان فرانكلين لعب الكرة الأخيرة وصدت بأندرو فارغاس وطلعت إلى خارج أرضية الملعب وترجع للكويت من ركلة إدخال ثانية. الكويت حاليا على أرضية الملعب. محمد الهزيم الطويل فرانكلين ناصر العلبان بمقابل اليرموك. حمد حياة أندرو فارغاس جواب باتيستا جراح الناصر ومحمد ماجيكي في حراسة المرمى الطويل. لعب تمريرة بشكل مميز لكن في إبعادها بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. جواب باتيستا الكرة الأخيرة لخارج أرضية الملعب. جواب باتيستا ترجع لمصلحة الكويت. 28 نقطة الكويت هزيمة وحيدة فقط في هذا الموسم وتعادل وحيد. الهزيمة كانت أمام اليرموك في الدور الأول والتعادل كذلك كان أمام الكويت أو كان أمام السالمية في الدور الأول بعد التعادل مع السالمية وقبله الهزيمة من اليرموك. ذهب الكويت في معسكر خارجي كان أمام ناد في القاهرة في مصر وبعد ذلك عاد الكويت بنتائج مبهرة بانتصارات متتالية على النصر على خيطان على العربي على كاظمة وحتى هذه اللحظة منتصر حتى على اليرموك بهدف مقابل لا شيء. ممكن الهدف الثاني الطويل عبد الرحمن يتغدى في هذه الكرة لمصلحة الكويت. يلعب تمريرة بعد ذلك للعلبان ناحية الطويل ولكن في بعدها عبد العزيز البسام اصطدت بالعلبان وطلعت إلى خارج أرضية الملعب وترجع حاليا من ركلة إدخال لمصلحة اليرموك. يغادر محمد ماجيكي ويدخل لاعب الباور أندرو فارغاس وكذلك يدخل المساعد الخضاري يرجع الباور حاليا لمصلحة اليرموك. لعب في الباور في الشوط الأول في أكثر من مرة لويس فونسيكا بحثا عن هدف التعادل كانت له أكثر من فرصة 3-4 فرص في الشوط الأول من العمران في تألق كان كذلك للشامخ محمد الهزيم وللطويل في إبعاد كرة من كرات كانت للعمران أندرو فارغاس ولكن التمريرة الأخيرة خاطئة من مساعد الإخضاري تطلع لخارج أرضية الملعب ترجع من ركلة إدخال لمصلحة الكويت. فرانكي لعبد الرحمن الطويل يلعب تمريرة بعد ذلك للعلبان علبان إلى فرانكلين كان من الممكن يا فرانكي والله سوبر هل فرانكي والله سوبر هل فرانكي كان من الممكن أن يضعها في شباك محمد ماجيكي اللي كان متقدم في الكرة الأخيرة لكنها صدت في عرضة اليرموك وطلعت إلى خارج أرضية الملعب. هذه الإعادة للكرة الأخيرة اللي كانت من فرانكلين ولكنها طلعت إلى خارج أرضية الملعب. ترجع حاليا لمصلحة اليرموك حياة لباتيستا يلعب تمريرة خاطئة بعد ذلك وصلت إلى فرانكي بالخلف لحارس مرمى محمد الهزيم خاطئة من الهزيم لجواو باتيستا لحمد حياة ولكنها مرت من حمد حياة الكرة الأخيرة وطلعت إلى خارج أرضية الملعب. رجعت لمصلحة الهزيم ولمصلحة الكويت. من رمية المرمى الهزيم ناصر العلبان مع بعجان شوط أول ما شارك فيه نهائيا سلمان بعجان دخل قوة أندري برانكيلو للشوط الثاني شوط الحسم بدخوله حاليا مع ناصر العلبان وفرانكلين وصلت لسلمان لبعيجان بعيجان والعلبان وفرانكلين اللي مر بشكل مميز من أمام الخضار يلعب تمريرة بعد ذلك لناصر العلبان تزيد قوية لكن تصدي المعتاد من محمد الهزيم الأسد
أو محمد ماجيكي. محمد ماجيكي هو اللي تصدى للكرة الأخيرة وبعدها إلى خارج أرضية الملعب، ترجع حاليا من ركلة إدخال لمصلحة الكويت لسلمان لبعيجان. التمريرة مع الطويل عبد الرحمن بالخلف حارس مرمى محمد الهزيم. محمد تغدى في هذه الكرة، سجل في الجولة الماضية، ممكن يسجل حتى في هذه الجولة محمد الهزيم، لأن هذه رابع مرة يغادر شباك فريقه ما بين الشوط الأول وما بين الشوط الثاني. فرانكي فرانكلين لناصر العلبان، البال للطويل تبعد الكرة الأخيرة، بعدين صدت بعبد الرحمن الطويل، ترجع حاليا من ركلة إدخال لمصلحة اليرموك، يرجع الباور لليرموك، خروج الأسد ماجيكي ودخول أندرو فارياس، خروج كذلك جراح الناصر ودخول سلمان العمران. سلمان العمران مساعد الخضاري أندرو فارياس جواب باتيسا وحمد حياة، وهذه المرة مو حمد حياة، عبد العزيز البسام خير فونسيكا في اللاعبين الموجودين في الباور حاليا. الكويت يدافع بعلي سيف، أندرو فارياس مرور بشكل مميز لكن الهزيمة بعد الكرة الأخيرة، عبد العزيز براشد في هذه التسديدة، لكن بعد ذلك مساعد الخضاري موجود كآخر لاعب في الخلف، لعب التمريرة بعد ذلك لجواو باتيسا براشد المنصور السيف وفرانكلين والهزيم الخمسة الموجودين من الكويت في الدفاع. خطأ وفاول لمصلحة جواو باتيسا ولمصلحة اليرموك. عادل الخطأ الأخير على عبد العزيز براشد من أمام جواو باتيسا، أول فاول على الكويت وفاول كذلك على اليرموك، إنذار كان على فيليبينهو في الشوط الأول وإنذار كان كذلك على جواو باتيسا من اليرموك في الشوط الثاني، وهدف مقابل لا شيء منذ الشوط الأول للسوبر فرانكلين في شباك محمد ماجيكي وفي شباك اليرموك. الركلة الحرة حاليا لمصلحة اليرموك، حمد حياة بالباور لا يزال اليرموك بقيادة لويس فوسيكا بالعمران الخضاري حياة أندرو فارياس وجواو باتيسا. حمد حياة يلعب تمريرة بشكل مميز لكن الهزيم الشامخ محمد في إبعادها إلى خارج أرضية الملعب، عدها إلى خارج أرضية الملعب محمد الهزيم، ترجع حاليا من ركلة إدخال لمصلحة اليرموك لأندرو فارياس، هذه عادل الكرة الأخيرة وإبعادها بشكل مميز كان من محمد الهزيم قبل أن تصل الكرة الأخيرة لسليمان العمران. مساعد الخضاري لحمد حياة يلعب تمريرة بعد ذلك لإخضاري أندرو فارياس، لكن تسديدة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، كرة عبد العزيز براشد، أكثر من يحتاج الهدف في الدوري هو عبد العزيز براشد، موسم شبه احتياطي بالكامل في هذا الموسم عبد العزيز براشد على عكس بقية الصفقات محمد الهزيم اللي أثبت نفسه حارس دولي طبعا سواء مع كاظمة أو المنتخب أو حتى مع نادي الكويت. سلمان البعيجان المتحمس بشكل كبير لحظ أول بطولاته، ناصر العلبان ما هي الفترة الأولى مع نادي الكويت، هذه فترة الثانية مع الكويت، خروج خالد الشريدة باتجاه كاظمة وعيسى الكندري باتجاه السالمية وعبد العزيز الهاجري باتجاه السالمية كذلك، وإصابة سرنجاري وتأمل بفيليبينهو رفقة فرانكلين، وجود النجوم الموجودين مثل الطويل بعيجان مسبحي هادي الشمري يوسف الفهد فيليبينهو عبد العزيز براشد عبد الله حياة عدنان النجدي عمر المنصور، دكة تعطيك لغب الموجودة في نادي الكويت على عكس بقية الفرق تعتمد فقط على 7 إلى 8 لاعبين فقط لأجل الموسم بالكامل، ما تودك بعيد يعني أوكي دخلك البلاي أوف لكن بالنهاية وبعدين دخلت البلاي أوف وبعدين شنو بتحقق من البلاي أوف وانت تلعب 7 أو 8 لاعبين لا أكثر. تطلع الكرة الأخيرة لخارج أرضية الملعب وترجع حاليا من ركلة إدخال لمصلحة اليرموك، يرجع أندرو فارياس إلى أرضية الملعب كلاعب باور مع العمران والخضاري وجواو باتيسا، والكويت يدافع بعمر المنصور وعبد العزيز براشد وعلي السيف وفرانكلين، وحراسة المرمى لمحمد الهزيم باتيسا لمساعد الخضاري مع حياة لعب تمريرة لحمد حياة إلى أندرو فارياس بالخلف وصلت على الشمال لمصلحة باتيسا، رجعت لمساعد الخضاري إلى أندرو فارياس الخضاري حمد حياة، لذلك التمريرة تصل لباتيسا، الضغط العالي من لاعبي الكويت خارج مناطقهم حاليا لإخراج الكرة من مناطقهم، وصلت لحمد حياة يتغدى في هذه الكرة، حمد يمر بشكل مميز يطالب بخطأ
في الكرة الأخيرة، لكن الخطأ غير موجود. تعمل ركلة إدخال لمصلحة حمد حياته ولمصلحة فريقه اليرموك. إعادة للكرة الأخيرة، المطالبة بخطأ على عمر المنصور من أمام حمد حياة. أندرو فارغاس تمريرة بالخلف لمساعد الأخضاري، لعب كلاعب ليدر حاليا مساعد الأخضاري. حمد حياة لمساعد الأخضاري مع جواو باتيستا، لعب الكرة الأخيرة واصطدت بعمر المنصور وطلعت إلى خارج أرضية الملعب وترجع حاليا من ركلة إدخال لمصلحة اليرموك لسليمان العمران. ترجع للعمران ولليرموك من ركلة الإدخال. باتيسا لمساعد الأخضاري، 11 دقيقة وعشرين ثانية متبقية. باتيسا تسديدة قوية لكن الشامخ الهزيم للمرة الثانية من أمام باتيسا. شوط أول سدد بشكل مميز جواب باتيسا وتصدى لها الهزيم، وشوط ثاني كذلك سدد كرة قوية لكن صدى لها كذلك الشامخ محمد الهزيم وبعدها إلى خارج أرضية الملعب. كرة مع اليرموك وصلت لمساعد الأخضاري إلى حمد حياة أمام المساحة، لعب تمريرة بعد ذلك بالخلف لمساعد الأخضاري، رجعت لحياة، حمد يتغدى في هذه الكرة والتسديدة لكن التصدي من الهزيم، والتسديدة بعد ذلك بشكل متسرع كانت من محمد الهزيم ولكنها طلعت إلى خارج أرضية الملعب. محمد الهزيم حارس المرمى المنتخب الوطني محمد الهزيم، جولة ماضية صاحب فضل كبير بانتصار الكويت على كاظمة، 22 كرة تصدالها محمد الهزيم في الجولة الماضية أمام كاظمة وسجل هدف كذلك من الأهداف الأربعة اللي سجلها نادي الكويت في شباك كاظمة في الجولة الماضية. فقط اليرموك اللي كان غادر على إيقاف الكويت في هذا الموسم وألحق فيه الهزيمة الأولى والسلمية الفريق الوحيد اللي تعادل، وهنا المرة الثالثة كذلك الشامخ الهزيم من أمام باتيسا يتصدى للكرة الأخيرة ويبعدها إلى خارج أرضية الملعب وترجع حاليا من ركنية ثالثة لمصلحة اليرموك في هذا الشوط الثاني. ركنية ثالثة لمصلحة اليرموك في هذا الشوط الثاني، تبريرة الإخضاري وتسديدة جواو باتيسا والتصدي من محمد الهزيم في الكرة الأخيرة ويبعدها إلى خارج أرضية الملعب. ترجع من ركنية حاليا حياة، حمد العرابي يلعب تبريرة بالخلف لأندرو فارغاس لجواو باتيسا. أندرو فارغاس لمساعد الأخضاري مع جواو باتيسا، يلعب تبريرة والعرضية بعد ذلك من العمران ولكنها صدت بعلي السيف وطلعت إلى خارج أرضية الملعب وترجع من ركلة إدخال لمصلحة اليرموك. ترجع من ركلة إدخال لمصلحة اليرموك حياة، أندرو فارغاس بالخلف لمساعد الأخضاري. غريب فونسيكا، لا مساعد المطيري ولا طلال كميل ولا فواز الراشد ولا إبراهيم العوضي، نفس الأسماء من ذي الشوط الأول. هلكهم هلكهم فوسيكا. جواو باتيسا يلعب تمريرة بالخلف لمساعد الأخضاري إلى فارغاس، تركها لحياة حمد ولكن علي السيف صدت الكرة الأخيرة فيه وطلعت إلى خارج أرضية الملعب. ترجع حاليا من ركلة إدخال حياة، يلعب تمريرة لباتيسا، ترجع للأخضاري مساعد لجواو باتيسا مع العمران، تبريره اندرو ولكن بعيده كره اندرو فارغاس الاخيره تطلع الى خارج ارضيه الملعب. ترجع من رميه المرمى لمحمد الهزيم، يلعب تبريره بشكل مميز ولكن محمد ماجيكي بالامساك في الكره الاخيره، وخطا وفاول كان على عبد العزيز براشد. خطا وفاول كان على عبد العزيز براشد لمصلحه اليرموك. فاول ثاني على الكويت، فاولين على الكويت وفاول على اليرموك. الفاول الاخير اللي كان على عبد العزيز براشد يرجع الباور اليرموك. باتيسا الأخضاري حياة العمران فارغاس جواو باتيسا هذه المرة الرابعة ولكنها صدت بعبد العزيز براشد وطلعت إلى خارج أرضية الملعب. كويت يدافع بسلمان البعيجان، علي السيف، فرانكلين، عبد العزيز براشد ومحمد الهزيم في حراسة المرمى. حياة إلى أندرو فارغاس مع الأخضاري جواو باتيسا لمساعد الأخضاري لجواو وصلت للعمران تبريرة بشكل مميز حياة ولكن كرة حمد إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب كرة العراب حياة تطلع بعد أن كانت فرصة من أجل تسجيل هدف التعادل لليرموك بتبادل تمريرات كان بشكل مميز ما بين العمران وحياة ولكن الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب. فرانكلين يلعب تمريرة سهلة تصل بالخلف لمصلحة محمد ماجيكي لمساعد الأخضاري. ثمان تسديدات لليرموك على شباك الكويت بالمقابل ست تسديدات للكويت على شباك اليرموك. فرانكي
تأخر في الكرة الأخيرة، تأخر في الكرة الأخيرة فرانكي، بعد ذلك بعيجان بشكل مميز للطويل عبد الرحمن بالخلف إلى فرانكلين، يحسب للكويت عدم الاستعجال. فرانكلين من أمام الخضاري يلعب تبريرة بعد ذلك للطويل، حمد مع بعيجان ترجع للطويل، عبد الرحمن للسيف، علي بعد ذلك تبريرة بالخلف، قادر على السيف، دخل حمد العوضي مع الطويل وفرانكلين، فيليبينو كذلك ينتظر دوره لنزول إلى أرضية الملعب، فرانكي للطويل، وصلت لمحمد الهزيم، لعب تمريره محمد الهزيم حيث حمد العوضي، لكن الخروج من محمد ماجيك وأبعاد الكرة الأخيرة لخارج أرضية الملعب، ترجع من ركلة لإدخال لمصلحة الكويت على عكس لقائهم في دور الأول وفي لقاء الذهب، كان لقاء فرص ضائعة لليرموك وللكويت، وتألق محمد ماجيكي وانتصار اليرموك بهدفين لهدف، والكويت حاول حتى الدقائق الأخيرة أن يعود بالنتيجة، لكن لقاء اليوم تحفظ بشكل كبير ما بين حتى الشوط الأول وحتى الشوط الثاني، فرص شحيحة كانت في هذا اللقاء، فقط 8 تسديدات منذ الشوط الأول، وحتى في هذا الشوط الثاني المتبقي عليه 7 دقائق و49 ثانية لليرموك، وبالمقابل 6 تسديدات للكويت من خلالها سجل هدف وحيد لفرانكي. فاولين على اليرموك وفاولين على الكويت، انذار على الكويت وانذار على اليرموك، هدف للكويت ولا شيء لليرموك، وممكن الثاني فرانكلين يمر بشكل مميز، لكن بعد ذلك يلعب تمريره بالخلف للطويل حمد العوضي، حمد الى فرانكلين الهزيم، تمريره فيه بعدها جراح الناصر، وصلت الى فيليبينو، استحواذ عليا لمصلحه الكويت الطويل بمرور مميز، لكن بعد ذلك مساعد الخضاري محمد ماجيكي، تبريره بشكل مميز للعمران، اخطا في الكره الاخيره العمران الطويل، يلعب تبريره اليمين يمين، الكره الاخيره من الطويل عبد الرحمن، كان يتوقع ان يكون هناك لاعب على اللاين، ولكن الكره الاخيره من عبد الرحمن الطويل بتمريره خاطئه طلعت الى خارج ارضيه الملعب، ترجع حاليا من ركله لادخال لمصلحه اليرموك، جواو وتسلل لمحمد ماجيكي، خطا في الكره الاخيره من جراح الناصر، لذلك تطلع لخارج أرضية الملعب وترجع للكويت. فرانكلين للطويل، عبد الرحمن مع فرانكلين لسلمان لبعيجان، يلعب تمريرة مع فرانكي، محمد الهزيم تمريرة محمد الهزيم، بعد ذلك وصلت لسلمان لبعيجان، ولكن كذلك إلى خارج أرضية الملعب، 6 دقائق و44 ثانية متبقية على نهاية هذا اللقاء ما بين الكويت واليرموك، بهدف وحيد منذ الشوط الأول لفرانكلين، ولا شيء لليرموك، يرجع الباور حاليا لليرموك، جواب باتيسا غير لاعب الباور، أصبح سليمان العمران، وهذه المرة إشراك كذلك جراح الناصر في الباور بوجود مساعد الخضاري وأندرو فارغاس وجواب باتيسا، جراح الناصر وباتيسا، جواو لمساعد الخضاري، التمريره الاخيره خاطئه من مساعد الخضاري تطلع لخارج ارضيه الملعب، وصلت حاليا فرانكلين، ولكن اضاع فرانكلين فرصه التقدم بهدف ثاني الى خارج ارضيه الملعب، كره السوبر فرانكلين تطلع وترجع لمصلحه اليرموك من رميه المرمى، مساعد الخضاري لأندرو فارغاس يمر بشكل مميز، لكن طول عليه الكرة الأخيرة، ومحمد الهزيم يتركها تطلع لخارج أرضية الملعب، وترجع له وترجع لمصلحة فريق الكويت من رمية المرمى، ترجع لمصلحة الكويت من رمية المرمى، الهزيم إلى فرانكلين، حياة في التغطية حمد من أمام فرانكلين، لعب تمريرة بعد ذلك بالخلف للطويل حمد العوضي، حمد لكن مساعد الخضاري صدت فيه الكرة الأخيرة وطلعت إلى خارج أرضية الملعب، ترجع حاليا لمصلحة الكويت من ركلة الإدخال، الجولة القادمة للكويت يلتقي بالسالمية، واليرموك يلتقي بكاظمة، والقادسية بالعربي، وخيطان بالنصر، هذه الجولة لا يشارك فيها النصر، الجولة القادمة راح يشارك النصر من غير محترفين الاثنين أوسكار وويسلي بعد طردهم في اللقاء الماضي أمام نادي السالمية، وخسارة النصر من السالمية ب6 أهداف ل5 في الجولة الماضية،
انتصار الكويت على كاظمه 4-1 في الجوله الماضيه، انتصار اليرموك 4-2 على خيطان. حياة عرضية في الملعب كابتن اليرموك وكابتن المنتخب الوطني السابق، شارك في بطولة كأس آسيا 4 مرات حمد حياة، شارك في بطولة كأس العالم للصالات، حقق بطولة كأس غرب آسيا مع المنتخب الوطني، وحقق الذهبية الأولمبيات الخليجية، بطولتين كأس خليج، بطولتين للدوري مع اليرموك، بطولتين كأس، بطولتين سوبر. عراب حمد حياة منذ بداية الدوري من 2009-2010 وموجود مع نادي اليرموك. حمد حياة لم يسبق له أن غادر اليرموك، يلعب بالباور حاليا أندري برانكيلو لخروج محمد الهزيم. فيليبينهو يلعب التمريرة صعبة كانت على فاكلين، طلع لخارج أرضية الملعب، يرجع لعلبان لدكة البدلاء ويرجع محمد الهزيم لأرضية الملعب، كذلك يغادر حمد العوضي وفيليبينهو، ويرجع عبد العزيز براشد وسلمان البعيجان، ويرجع الباور كذلك لمصلحة اليرموك. 5 دقائق و13 ثانية متبقية على نهاية هذا اللقاء ما بين الكويت واليرموك، بهدف وحيد منذ الشوط الأول للكويت. مساعد الخضاري، حياة لمساعد أندرو فارغاس، لجواو باتيستا خاطئة منه وصلت للسيف، علي صاحب هذه تسديدة، السيف السيف يا السيف علي السيف، أخيرا في هذا الموسم نطقتها وقلتها يا السيف، يسجل ثاني الأهداف لمصلحة فريق الكويت، علي السيف مثل السيف يسجل الهدف الثاني، وقد يكون هدف الانتصار، قد يكون لمصلحة الكويت اللي يتقدم حاليا بالنتيجة بهدفين للكويت ولا شيء لليرموك. علي السيف بعد أن افتك تمريرة جواو باتيسا وضعها في الشباك الخالية لليرموك يسجل الهدف الثاني لمصلحة فريق الكويت، تصبح النتيجة حاليا بهدفين للكويت ولا شيء لليرموك. مساعد الخضاري باتيسا لمساعد الخضاري مع أندرو، تسديدة من أندرو فارغاس ولكنها صدت بحمد حياة وطلعت إلى خارج أرضية الملعب، ترجع حاليا من ركلة الإدخال لمصلحة الكويت، ترجع من ركلة الإدخال لمصلحة الكويت، هدفين للكويت، هدف في الشوط الأول لفرانكلين وهدف في الشوط الثاني لعلي سيف الطويل. حمد العوضي يلعب التمريرة الطويلة، حمد العوضي ناحية العلبان، ناصر في السلام مميز للكرة الأخيرة، ولكن بعد ذلك محمد ماجيكي في إبعادها إلى خارج أرضية الملعب، بعدها محمد ماجيكي إلى خارج أرضية الملعب. ترجع من ركلة الإدخال لمصلحة الكويت فرانكلين، تمريرة للعلبان ناصر والهدف الثالث ناصر، ولكن أندرو فارغاس في إبعاد الكرة الأخيرة، وصلت حاليا لحياة، يخلص الفارق حمد حياة، حمد تأخر في الكرة الأخيرة، تأخر في الكرة الأخيرة حمد حياة، وصلت للطويل تسديدة من عبد الرحمن الطويل، لكن للأسد محمد ماجيك في التصدي للكرة الأخيرة. محمد لعب تمريرة مع جواو باتيسا لأندرو فارغاس، يمر بشكل مميز مرة أولى، لكن مرة ثانية طالت عليه الكرة الأخيرة وطلعت إلى خارج أرضية الملعب، ترجع من ركلة الإدخال لمصلحة الكويت، ترجع من ركلة إدخال لمصلحة الكويت. العوضي فيليبينهو الباور حاليا للكويت الطويل ناحية ناصر العلبان، جواو وصلت لحياة، حمد كنترول سيء في الكرة الأخيرة من حمد، حياة تطلع لخارج أرضية الملعب، ترجع من ركلة إدخال لمصلحة الكويت. 3 دقائق و45 ثانية الطويل، عبد الرحمن مع فيليبينهو، فيليبي لعب تمريرة مع فرانكلين، ترجع بالخلف الطويل، فيليبي فرانكلي إلى فيليبي، سلام خاطئ منه وصلت للإخضاري، مساعد يتغدى في هذه الكرة، مساعد ولكن الطويل المارشال، هذه المرة حارس مرمى، هذه المرة حارس مرمى المارشال الطويل، ويبعاد الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب. أندرو فارغاس لعب تمريرة لجواو باتيسا إلى أندرو فارغاس، ترجع لباتيسا لمساعد الإخضاري، جواو باتيسا لمساعد الإخضاري إلى أندرو، تبادل التمريرات والاستحواذ حاليا لمصلحة اليرموك، 3 دقائق أمام اليرموك وأمام حتى الكويت، تسجيل الهدف الثالث جراح، الناصر مرور بشكل مميز لكن لعب التمريرة بالخلف لأندرو فارغاس، كان من المفترض يلعبها على اليمين لجواو باتيسا، لكن الكرة العمران الأخيرة التصدي كان من فرانكي للكرة الأخيرة تطلع لخارج أرضية الملعب وترجع حاليا من الركنية لمصلحة اليرموك.
ترجع من الركنية لمصلحة اليرموك. العمران بالخلف لمساعد الخضاري من التسديدة اللي تصدالها محمد ماجيكي. سيف علي يمر بشكل مميز لكن هذه المرة مساعد الخضاري تحوذ على الكرة الأخيرة يلعبها لمصلحة أندرو فارغاس لجواو. باتيستا ترجع لأندرو لعبها على اللاين لمصلحة جراح. الناصر أخطأ فيها وعلي السيف في هذه التسديدة ولكنها صدت جراح الناصر ولكن خارج أرضية الملعب لعبها علي السيف لذلك ركلة الإدخال حاليا لمصلحة اليرموك. ركلة الإدخال حاليا لمصلحة اليرموك. وقت مستقطع حاليا يطلب لويس فوسي كمدرب نادي اليرموك عبارة عن دقيقة بعد انتهاء بإذن الله سيكمل التعليق على الدقيقتين وثلاثة وعشرين ثانية المتبقية على نهاية هذا اللقاء من لقاء الكويت باليرموك بهدفين للكويت ولا شيء لليرموك. انتهت الدقيقة اللي طلبها لويس فونسيكا كمدرب نادي اليرموك عودة واستكمال هذا اللقاء المتبقي عليه دقيقتين وثلاثة وعشرين ثانية فقط على نهايته بتقدم الكويت بهدفين مقابل لا شيء أمام اليرموك اللي يلعب الباور حاليا بسليمان العمران حمد حياة أندرو فارغاس مساعد الخضاري وجواو باتيسا والكويت يدافع بفرانكلين البعيجان براشد والسيف وحراسة المرمى للهزيمة. أندرو فارغاس لمساعد الخضاري لأندرو وصلت لباتيسا أندرو للعمران لعب كرة خاطئة وصلت لسلمان البعيجان والثالث بعيجان ولكن أبعدها من أمامه سليمان العمران ورجعت لمصلحة اليرموك مساعد الخضاري للعمران تسديدة قوية ولكنها إلى خارج أرضية الملعب كرة سليمان العمران وصلت لمصلحة الكويت حاليا من رمية المرمى الهزيم لعب تمريرة ولكن في بعدها مساعد الخضاري لجواو باتيسا إلى أندرو فارغاس حاول يمر في الكرة الأخيرة أندرو فارغاس ضغط عالي عليه من لاعبي نادي الكويت لكن الكرة ترجع لمصلحة أندرو ولمصلحة اليرموك من ركلة الإدخال. صفرة وإنذار على أندري برانكيلو مدرب نادي الكويت. نقاش كذلك عبد الوهاب العمر مع عزيز الصراف حكم الأول. في هذا اللقاء من حكام النخبة تم اختياره كذلك لكأس العالم هذا أندري برانكيلو مساعد المدرب السابق ريكاردو كاكاو في المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا الأخيرة اللي غادر منها المنتخب الوطني من دور ربع النهائي. استعان فيه الكويت موسم ماضي الكويت بدأ الموسم بلويس فونسيكا بعد ذلك مبارك الحسيني بعد ذلك أتى أندري برانكيلو توج بطولة الدوري بطولة الكأس بانتظار السوبر أمام نادي كاظمة 27 فبراير القادم وحاليا في صدارة ترتيب الدوري العام لكرة قدم الصالات لهذا الموسم 23-24 ب31 لأنه خلاص دقيقة 26 ثانية لما فعل اليرموك في 38 دقيقة ما راح يفعلها في آخر دقيقة و22 ثانية. جواو باتيسا عندها من أمامه فيليبينهو ترجع من ركلة تدخل لمصلحة اليرموك. حمد حياة لمساعد الخضاري باتيسا تركها أندرو فارغاس لحياة تسديدة قوية ولكنها صدت بسلمان البعيجان وطلعت إلى خارج أرضية الملعب كرة حياة ترجع حاليا من ركلة إدخال لمصلحة اليرموك.
ترجع من ركله ادخال لمصلحه اليرموك. ساعد الاخضاري لحياه العمران. الاخضاري تمريره خاطئه منه اخيره تطلع لخارج ارضيه الملعب. الكره الاخيره وترجع حاليا من ركله ادخال لمصلحه الكويت. يغادر الهزيم ويرجع العلبان ويرجع الباور لمصلحه الكويت. ودخول عبد الرحمن الطويل كذلك. تقريبا استخدم جميع اللاعبين الموجودين اليوم. اندري برانكيلو العلبان والثالث، لكن اندرو فارغاس في ابعاد الكره الاخيره لخارج ارضيه الملعب. من دخل حمد العوضي لارضيه الملعب حاليا. نتحدث لعبد الرحمن المسبحي ان 17 لاعب نزلنا الى ارضيه الملعب. هذا الاستعمال الذكي من اندري برانكيلو للاعبين الموجودين عنده، ابو راشد، السيف، يوسف الفهد، مسبحي، خالد الشمري، فرانكلين، فيليبينهو الطويل، عبد الله حياه، محمد الهزيم، عدنان النجدي، رمضان. استخدامه بشكل مميز على عكس الحبيب لويس فونسيكا. سبع لاعبين منذ بدايه اللقاء. ما احب انه يشرك مساعد المطيري اليوم، ولا كذلك اشرك طلال كميل، ولا اشرك فواز الراشد، ولا اشرك العوضي. بغى على نفس اللاعبين، اهلكهم منذ الشوط الاول وحتى في هذا الشوط الثاني، حتى وهو متخلف بالنتيجه وحتى وهو متعادل بالنتيجه، نفس اللاعبين الموجودين على ارضيه الملعب. لويس فونسيكا، باتيستا لعب التمريره صعبه كانت على مساعد الاخضاري، يتركها محمد الهزيم، تطلع لخارج ارضيه الملعب وترجع حاليا من رميه المرمى لمصلحه الكويت. رميه المرمى ترجع للكويت. الهزيم لفرانكلين، اخر نص دقيقه على نهايه هذا اللقاء الطويل. عبد الرحمن يلعب التمريره، ولكن بعد ذلك وصلت لمصلحه محمد ماجيكي. اندرو فارغاس خاطئه منه، وصلت للعوضي حمد تسديده ولكنها تصطد كذلك. اندرو فيليبينهو، فيليبي صار على الكره الاخيره وخطا والفاول يحتسب لمصلحه اليرموك. خطا والفاول يحتسب لمصلحه اليرموك. خلاص تسع ثواني. اعاده الخطا الاخير على فيليبينهو. خلاص الخمس ثواني الاخيره. ترك الكره والسلام على البعض من لاعبي الكويت هم لاعبي اليرموك. مبروك للكويت الانتصار واعتلاء الصداره بشكل مباشر حتى في البلاي اوف. خلاص الكويت تقريبا ضمن المركز الاول بنسبه لا تقل عن 99% بوصوله اليوم للنقطه ال 31. هاردك لليرموك. نذهب حاليا بالصوت والصوره للزميل مشعل جوهر وضيوف الكرام في الاستديو التحليلي. مشعل تفضل، صوت والصوره معك.
رجعنا لكم اعزائي المشاهدين عقب ما انتهت مباراه الكويت واليرموك بنتيجه 2-0. فهد العتيبي نشكر تعليقه على الشوط الاول والثاني، لكن انا خسرت الرهان. انا قلت اليرموك يمكن ياخذ مباراه من الكويت، لكن الكويت اثبت ان بجداره وبتركيز عالي مجهود لاعبين، حتى اليرموك ما قصر نفس ما تفضلنا، قلنا دور الحراس نفس ما تفضلنا قبل شوي تحت الهواء، وخلنا مبارك قال الحراس. ها مبارك، ذكرت لك ان الباور بلاير طريقه اللي وايد راح تفرق بالمباراه. يمكن الكويت سجل استغل لعب اليرموك بالباور، الهزيمه يمكن كان في حاله بالحاله الدفاعيه يمكن شال ثلاث او اربع كره صعبه. صحيح. اليرموك خلق فرص عن طريق الباور لكن ما قدر يسجلها بوجود محمد الهزيم. نعم. بالنسبه لي الكويت دفاعيا نزل بالباور بالشوط الثاني مو نفس الشوط الاول، الشوط الاول ولا فرصه. نعم. الشوط الثاني يمكن ثلاث فرص غير الكره اللي كانت على اللاين. فالفريقين صراحه لعبوا مباراه كبيره بالنسبه. صحيح. لي يعني مباراه تكتيكيه يعني على اعلى مستوى، يمكن 2-0 ما تعكس ان اليرموك لعبوا مباراه كبيره. صحيح. لكن الكويت يستحق، الكويت دافع بشكل جيد، الكويت لعب بالاستحواذ. نعم. يعني دائما الكره اذا مع الكويت دائما صعب انك تخسرها. صحيح. بوجود تشكيله دفاعيه تشكيله هجوميه هذه وايد فرقت مع نادي الكويت. نعم. اللاعبين شفناهم تركيزهم عالي. نعم. بالهجوم بالنسبه لي الكويت يمكن باغت اليرموك انه بدا يلعب عليه باور وهو كان. نعم. طايز، فهذه نقاط مهمه تبين لك ثقه المدرب بالتشكيل الموجود. يمكن شفنا بعيجان ما شارك بالشوط الاول شارك بالشوط الثاني. كل ما شارك كل ما زاد عدد اللاعبين المشاركين من الفريق تشوف ان اللاعبين لياقيا يكونون افضل. أفضل. التبديل شغال بنادي الكويت، كل اللاعبين كنت تبدلوا ما عدا فرانكل بالشوط الثاني. صحيح. فوز مستحق لنادي الكويت، خساره يعني كان اليرموك يستحق انه يطلع يعني بشيء بسيط من المباراه. نعم. يمكن البسام اصابته فرقت وايد ويا. نعم. ويا اليرموك. شوط صراحه انا يمكن انا وبسعود استمتعنا بالشوط، ما ادري عنك انت بسعود. بسعود. لا بالعكس، انا بالنسبه لي مباراه جميله. انا احب المشاكسه داخل الاستديو واحب التوقعات، انا احبها واستانس لما اكون انا الخسران مو كسبان. مسعود تفضل. بالبدايه مبارك حق نادي الكويت وهاربك. نعم. نادي اليرموك، فريقين قدموا مباراه كبيره. صحيح. لما نتكلم عن نادي اليرموك بعد اخر. نعم. 12 دقيقه. صحيح. اصابه البسام وانك تلعب بست لاعبين طول. نعم. المباراه هذه تحتاج مجهود بدني عالي. نعم. نعم. خصوصا ان انت اللاعب اللي موجود بالباور راح يفتح سبرنت، يمكن هذا الجول يبدل الاهداف اللي سجلت. هدف دفاع الباور. نعم. سجلها علي السيف شماله، عشان كذي احنا لما نتكلم ان اللاعب الصالات مهم انه يلعب كلتا القدمين، وهذه. نعم. من الشغلات. نعم. المهمه عشان لا تصير من. صحيح. اللاعبين الاضعاف اللي يقدر اللاعب يوجهك وشوفه ترى هو اللي قطعها وهو اللي شددها، سكر الزاويه. نعم. على اللاعب سكر اللاين، كان ممكن في خيار حق فارقاس انه يلعبها بالنص لكن ما لعبها بالنص، كان متخذ قرار. نعم. احنا كنا نشوف في حلول بالنسبه لليرموك في كذا طرق لعب فيها المدرب بالباور. صحيح. لكن لما تيجي حق الباور وجهه نظرنا اللي قاعد يعني نشوفها احنا بالمباراه ان اللاعبين وقوفهم لاعب جهه الشمال كان وقوفه بالجهه العكس. العكس يعني لما يكون اللاعب وقوفه خلفه اللاين لما يستلم الكره يكون مقابل المرمى. نعم. ممكن من كره واحده يلعب باص من لمسه واحده يلعبها في المنتصف او القائم الثاني. صحيح. او على اللاين. نعم. او يرجع، لكن لما تكون انت لاعب قدمك اليمين واللاين على يمينك. نعم. لازم تاخذ لمسه ولمستين. صحيح. فهذا يعطي فرصه حق الفريق المدافع اللي هو نادي الكويت انه ياخذ وضعه. اضافه الى هذا في امور انت تحتاجها بالمباراه. نعم. يعني انت لما تيجي تتكلم عن التايم اوت نادي الكويت مباراه كامله ما اخذت تايم، فهذا يبين لك ان نادي الكويت فريق ماشي على رتم معين، عارف انه ما يبي يريح لاعبين الكويت لاعبين اليرموك اسف. نعم. لما تيجي تتكلم عن لاعبين الكويت ايضا قاعد يطبقون وفي ادوار مطلوبه من كل لاعب، سواء محترفين سواء لاعبين. نعم. سواء ناصر العلبان لما شفناه ينزل بالباور. نعم. شفنا تكتيك مدرب فونسيكا انه يقول لهم 4 ضد 4. نعم. والحارس اللي هو محمد ماجكي هو اللي يكون. صحيح. مع
ناصر العلبان. اضافه على هذا التايم اوت اللي طلبه نادي اليرموك، نادي اليرموك يطلبه اخر دقيقتين و22 ثانيه وما استفاد منه. ما استفاد منه. استفاد ممكن اراحه اللاعبين، بس لو انه ماخذ توقع وجهه نظري بكر شوي، لو شويه مبكر اخر يعني 8 دقائق، اخر 8 دقائق 7 دقائق 6 دقائق 9 دقائق عشان انه لانه طول بالباور وما كان في حلول موجوده بالنسبه له بالباور. يعني نشوف مثلا كل 3 4 دقائق ممكن تجي له فرصتين. لو كان وجهه نظري لو كان انه وقت التايم قبل وممكن معطيهم حلول اكثر، مغير مراكز اللاعبين. يعني حتى شفنا حلول اللاعبين، كان مره العمران يكون هو باور يكون بس بالزاويه الكورنر العكس عشان التبديل، ومره شوف مثلا فارغاس باور، فكان عنده اكثر من طريقه لكن ما استفاد منها. مبارك النادي الكويت وهذا لك النادي اليرموك. نادي الكويت كابتن مبارك، كابتن احمد، نادي الكويت كل ما قاعد نشوفه كل مباراه تصاعديا للافضل. يعني بالبدايات كان نادي الكويت عنده تذبذب والتشكيله يعني نقول تنسيق اللاعبين داخل الملعب، خروج ودخول لكن شفناه بالقسم الثاني كل مباراه قاعد يثبت المدرب انه عنده بدال التشكيله واحده ثنتين ثلاث اربع. خصوصا مشعل بعد المعسكر نادي الكويت يمكن راح معسكر قبل نهايه القسم الاول اللي هو كان عنده راح اسبوع. راح معسكر، انا بالنسبه لي بعد المعسكر نادي الكويت تغير وتغير بشكل كبير. يمكن شفنا عدد كبير من اللاعبين قاموا يلعبون، يمكن شفنا دقائق اكبر حق عدد من اللاعبين. يمكن في القسم الاول خصوصا في اول سبع مباريات كنا نشوف اللاعب المحلي يشارك ثلاث دقائق بالكثير. ما في لاعب اربع دقائق، يعني يمكن عبد الرحمن الطويل اليوم تشوف اللاعب يشارك اربع دقائق خمس دقائق ست دقائق وقاعد يؤدي اللي عليه وزياده. فهذه امور تفرق حق اللاعب. اليوم انا لما العب دقيقتين واطلع ما يمديني ادش بجو المباراه عكس اللي قاعد يحصل بالفتره الاخيره. وفي نقطه مهمه اخوي مشعل، اليوم الكويت في 12 مباراه مسجل 60 هدف 60 هدف ما يعادل خمس اهداف كل مباراه. صحيح. ودخل على 24 هدف، يعني هدفين كل مباراه، يعني يدلك اليوم ان الفريق وايد قوي هجوميا وعنده حلول. قاعد يسجل من كل الطرق اللي هو يعني يسجل الكرات ثابته، يسجل من باور بلاير، يسجل من الكرات المرتده، يسجل اذا اللاعب عليه باور بلاير. فالفريق جاهز حق كل الحالات اللي قاعد تسويها بالمباريات. وبالمقابل دفاعيا يعني الكويت وايد فريق متميز دفاعيا، يعني اقوى دفاع حاليا هو مع نادي كاظمة، لكن الفرق انه هو هجوميا عنده حلول كثيره بكل الحالات وكل الطرق. فصداره مستحقه يمكن نادي الكويت. اليرموك يمكن يبقى اليوم بالمركز الثالث. صحيح. فاليرموك يمكن في القسم الاول خلينا نقول حط له اساس قوي عشان يتاهل حق البلاي اوف. يمكن ابتعد شوي بشكل يعني خلينا نقول صار صعب على نادي يرموك انه يحقق المركز الثاني، خصوصا اذا فاز السالميه اليوم راح يفرق عنه في تقريبا راح يفرق عنه بست نقاط. فاتوقع انه صعبه دخول نادي اليرموك في للمركز الثاني. كابتن احمد تبي تضيف شيء قبل ان ننتقل حق المباراه الثانيه؟ انا بضيف شغله بس على الباور، يعني الباور دائما شفنا مساعد الخضاري هو اللي كان اخر لاعب، عشان كذي كانوا يلعبون اثنين اثنين وقت الدفاع على نادي الكويت، لان مساعد الخضاري مو اللاعب اللي يسدد. صح. فلو كان اتوقع وجهه نظري لو كان مبدل مساعد الخضاري بلاعب ثاني عنده قوه تسديد كان ممكن طريقه الكويت تتغير بالدفاع. صح. تصير واحد اثنين واحد، وهذا ممكن يعطي حلول اكثر حق نادي اليرموك. انا اقول مبروك لنادي الكويت ومبارك كسب الرهان مباراه الكويت واليرموك. نروح نشوف تقرير مباراه السالميه والتضامن ونرجع نشوف عاد مبارك يعطينا معلومه وسعود يعطينا معلومه ولا ما يعطونا. نروح نشوف التقرير ونرجع عزام سايق.